مساء الخير جميعا واهلا بيكم في مصر الجديده. النهارده السبت 29 نوفمبر 2014. بغض النظر عن ان الواحد مؤيد او معارض لحكم اصدره القضاء المصري على الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، ما ينفعش ان انا اطلع اقول رايي في الحكم، لان القاعده القانونيه البسيطه بتقول لك لا تعقيب على احكام القضاء. فانا لو زعلان من اللي حصل لازم اخلي رايي لنفسي، لو فرحان باللي حصل برضه لازم اخلي رايي لنفسي وفقا للمعايير القانونيه ومعايير الاداء المهني في الاعلام والصحافه التلفزيونيه. ولكن النهارده مفيش شك ان مصر فيها معسكر مؤيد لما حدث، وهناك معسكر رافض، معسكر الثوار واهالي الشهداء، وفي فعلا ناس محتشده في ميدان عبد المنعم رياض بالقرب من ميدان التحرير، وبتطالب يعني بانه اعاده النظر وما الى ذلك، وتعبر عن رفضها لحصول مبارك وحبيب العدلي وكبار مساعديه على احكام البراءه النهارده. النهارده برنامج مصر الجديده بيخصص يعني المساحه كلها لهذا الحكم والتحليل ومحاوله معرفه يعني تأثير هذا الحكم على المجتمع المصري، على الحياة السياسية وعلى الحياة الاجتماعية وعلى يعني الشرائح المختلفة، سواء قلنا في معسكر مؤيد ومعسكر معارض وما إلى ذلك. الحاجة اللي أنا عايز أقولها علشان قبل ما أبدأ أستعرض معاكم محتوى الحلقة النهاردة، عايز بس أوضح أن التهم كانت ثلاث تهم رئيسية. واحدة كانت تحريض على قتل متظاهري ثورة يناير، الثانية كانت ما يتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل بمشاركة الشركة بيملكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والتهمة الثالثة تلقي هبات من رجل أعمال كانت عبارة عن 5 فيلات في شرم الشيخ. طيب، على كل حال محكمة النقض، المعلومة اللي الواحد فهمها النهاردة من كلام رئيس المحكمة، رئيس محكمة جنايات القاهرة التي كانت تنظر هذه القضية، المستشار محمود الرشيدي، محكمة النقض ممكن تعيد المحاكمة من جديد في حال لو رأت ما يوجب نقض هذا الحكم، وبتتحول في هذه الحالة من محكمة قانون أو محكمة حكم، محكمة تحاكم الحكم، لمحكمة موضوع، محكمة تحاكم المتهمين من جديد. لأن في تعبير قانوني عارفينه رجال القانون والمحامين والقضاء ورجال السلك القانوني، وهو التصدي، معناها ان المحكمه بدل ما تحاكم الحكم تحاكم المتهمين مره اخرى. مبارك حوكم قبل كده وعوقب على تهم هو وحبيب العدلي، وطبعا ده بيطرح سؤال اذا كان مبارك موجود قيد الحبس ام يطلق سراحه. اعتقد ان هو هيفضل محبوس على ذمه قضايا اخرى، ويعني هنتكلم في كل هذه الامور النهارده مع ضيوفي في برنامج مصر الجديدة بعد قليل. هيبقى في عندنا 3 توجهات مختلفة لتيارات مختلفة، ومن ضمنهم مراسلة البرنامج اللي تابعت على مدار 3 سنوات كاملة جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، مراسلتنا داليا أبو عميرة. هيبقى معايا محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وهيبقى معايا أيضا محمد أبو حامد البرلماني السابق، ويعني نتلقى اتصالاتكم الهاتفية ونحاول نعمل أيضا متابعة ميدانية لما يحدث في الشارع من ردود فعل. هيبقى معايا مراسلنا عماد البطراوي مع عدد من يسمون أنفسهم بأبناء مبارك من ميدان عبد المنعم رياض بالتحرير، وأيضا هيبقى معايا أحمد عبد الصمد من مع مجموعة من ثوار يناير ومؤيدي هذا المعسكر، وده هيبقى في عبد المنعم رياض أيضا بالقرب من ميدان التحرير. طيب، معايا دلوقتي على الهاتف مباشرة من إسبانيا السيد حسين سالم رجل الأعمال الغير موجود بأرض الوطن، هو موجود في إسبانيا. يا ترى مساء الخير أستاذ حسين. مساء النور، هتعمل ايه؟ الحمد لله تمام. حضرتك تلقيت الحكم بالبراءة النهاردة ازاي؟ يعني ايه كان أولا لما هتعمل ايه؟ والنبي عايز اقول لك عليهم. اتفضل. الحكم عنوان الحقيقه. اتفضل. ايوه، الحكم عنوان الحقيقه. كويس. 2، لا يجوز ان احنا نعلق على احكام القضاء. مظبوط. 3، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. هل ده نعم.
هل حضرتك كنت مدرك ان في يعني شريحه كبيره من 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 يعني الثوار واهالي الشهداء وما الى ذلك كانوا يبقوا لا نعلق على احكام القضاء؟ لا هو مش هذا الكلام في 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 الجلسه. لا انا يا استاذ حسين انا مش بقول لحضرتك علق على احكام القضاء، انا بقول لحضرتك ان احنا ممكن ده حتى القاضي نفسه رئيس المحكمه قال انتوا هتحللوا وهتتكلموا وهو مدرك لهذا. حضرتك استقبلت الموضوع ازاي؟ انبسطت؟ اتضايقت؟ قررت قررت ترجع مصر ولا تفضل قاعد في اسبانيا؟ لا هرجع ان شاء الله، هرجع ان شاء الله. امتى ان شاء الله؟ اول ما تطلع هنرجع باذن الله. خليك معانا بس يا معتز بيه. حضرتك موقفك القانوني ايه يا استاذ حسين في مصر؟ ها؟ موقفك القانوني ايه دلوقتي؟ تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. لا بس ده رأي مش موقف يا استاذ حسين. طيب هو قفل الراجل مش عايز يتحاور بس عايز يمرر او يعني يبعت رساله من خلال البرنامج ان هو يعني اعتقد ان هو يعني سعيد بالحكم ومش عايز يتكلم بقى يعني تمسكا بمبدا لا تعقيب على احكام القضاء. على كل حال نشوف تقرير داليا ابو عميره اعدته النهارده عن محاكمة القرن، الجلسة النهائية لمحاكمة القرن، وده كان من واقع مشاهدتها أثناء حضورها لهذه الجلسة اللي عقدت بأكاديمية الشرطة البوابة رقم 8 زي ما بيقولوا، ويعني ملخص لنا كده ماذا حدث في جلسة 29 من نوفمبر 2014. إنها اللحظة المنتظرة، لحظة النطق بالحكم وإسدال الستار على محاكمة القرن، محامين، إعلاميين ومتهمين، ومحكمة تتلو مقدمة طويلة جدا استعدادا لكلمة النهاية، والكل يترقب. حكمت المحكمة حضورية لحبيب إبراهيم حبيب العدلي، عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد، حسن محمد عبد الرحمن يوسف، اسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر، أسامة يوسف اسماعيل المراسي، عمر عبد العزيز فرماوي عفيفي، براء عودوا إلى مقاعدكم. هما أكثر كلمتين تكررا في القاعة هذا اليوم، براء وعودوا إلى مقاعدكم، أكثر الكلمات التي تكررت في القاعة اليوم، في تحذير شديد اللهجة لمنع الهرج والمرج داخل القاعة كما حدث في جلسة النطق بالحكم الأولى. وبالطبع كلمة البراءة كان لها تأثيرها المباشر على المتهمين، كذلك كانت هناك ردود أفعال مختلفة داخل القاعة بين فرح شديد وصدمة. حكمت المحكمة حضوريا محمد حسني السيد مبارك بعدم جواز نظر الدعوة الجنائية المقامة قبل محمد حسني السيد مبارك يوم 24/5/2011 في هذا المقام لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية قبله من النيابة العامة يوم 23/3/2011 في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل مع مصادرة كافة المضبوطات في الجنايتين. أثناء ذلك لا تزال المحكمة تتلو أحكامها. كان من المفاجئ أنها رغم براءة مبارك إلا أنها أدانت عهده. تعقيبا على هذا الاتهام لرئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني السيد مبارك أنه رغم ما جلى للمحكمة من نقاء المطالب المشروعة للمتظاهرين من الشعب المصري فجر الثورة الشعبية الأولى في 25 يناير 2011، والتي نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لما اعترى النظام الحاكم من وهن في سنواته الأخيرة ومسالب كبطء القرار وفسق فرع منه وتهيأ للاستحواذ على مقاليد الحكم وقرب الأتباع ونضب ضخ دماء جديدة على مقاعد صارت
حكرا لقيادات تناست دوران عجلة قانون الحياة دوما للأمام. كلمات ربما لم ينتبه أحد لها، وربما أيضا لحقها كلمات أخرى بحق شهداء يناير أثارت ردود أفعال مرتبكة بين الحضور. قرارات المحكمة اليوم كان لها تداعياتها على المهتمين بالقضية. هذا الحكم كان متوقعا بصدور البراءة للمتهمين من تداعيات للمحكمة سابقة أنبأت بذلك، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الحكم كما صرح أحد أعضاء النيابة العامة الآن أن النائب العام سيدرس حيثيات الحكم لتقرير ماذا سيتم الطعن عليه من قبل النيابة العامة لإعادة المحاكمة للمتهمين للمرة الثالثة أمام محكمة النقض. لا، إحنا بالنسبة لنا النيابة أكيد هتنقض الحكم، وهننتظر نشوف الأسباب اللي هتنقض عليها، لأن إحنا لازم هنقرأ أسباب الحكم كلها برضو، ونشوف الـ 1500 صفحة اللي بذلت بهم المحكمة المجهود ده، أكيد فيهم الحيثيات. هنشوف إذا كان النيابة ليها رأي مختلف وعملت نقد، هيبقى لينا احنا رد إن شاء الله قانوني يعني. أيضا كان من المهم أن نتساءل عن رد فعل المتهم الثاني بقتل المتظاهرين حبيب العدلي. والله هذه هي المرة الأولى التي أبكي فيها فرحا أنا واللواء حبيب العدلي، فبعد الحكم توجهت إليه، فوجئت إن هو أمنا بعناق بعضنا البعض، وكلانا يبكي من الفرحة وإثبات البراءة وبراءة ساحة يده وبراءة ساحة محاميه أنه لم يكن يدافع عن باطل. ربما يتساءل الكثيرون الآن عن مصير مبارك، ورجال القانون يؤكدوا أنه لن يغادر محبسه قبل منتصف 2016، لأنه ينفذ أحكام في قضايا أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لولديه ولحبيب العدلي أيضا. يا قاضي القضاء، أحكام بالبراءة للجميع، مبارك وأبناؤه والعدلي ومساعديه، أحكام بالتأكيد سيكون لها تداعيات متناقضة على الشارع المصري. دالي أبو عميرة، برنامج مصر الجديدة مع معتز دمرداش. طيب، داليا هتبقى معايا بعد شويه في الاستوديو، تكلمنا عن الكواليس والتفاصيل بتاعت اجواء الجلسه اللي عقدت النهارده في اكاديميه الشرطه بالقاهره الجديده. نروح دلوقتي مباشره لمدان عبد المنعم رياض في التحرير، ومراسلنا احمد عبد الصمد وبعض ممن يعارضون حصول مبارك على براءه، وربما هم من المنتمين للتيارات الثوريه وبعض اهالي الشهداء، ما اعرفش. احمد، يا ترى الوضع عندك ايه؟ مساء الخير. مساء النور يا استاذ معتز. يعني يمكن منذ ساعات تقريبا ابتدى العشرات في الاحتشاد في ميدان التحرير، ولكن نظرا لاغلاق كل المداخل المؤديه لميدان التحرير احتشدوا امام مدخل ميدان التحرير من عبد المنعم رياض، الامر اللي ادى يعني تصادفا مع وجود نائب مدير امن القاهره، فبداوا بهتافات معاديه للشرطه. اضطر يعني المكلفين بحمايته باطلاق طلقات تحذيريه في الهواء لفضهم من يعني حول نائب مدير امن القاهره، لكن سرعان ما الامر تطور وابتدى يعني الاحتشاد يصل للمئات، والهتافات يعني هتافات معاديه للقضاء اعتراضا على الحكم الصادر اليوم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وسرعان ما الأمر تطور حالا يعني فض الاحتشاد من خلال قانون التظاهر، يعني قامت القوات بإطلاق المياه على المتظاهرين وبعدها القنابل المسيلة للدموع. أنا بكلم حضرتك دلوقتي في حالة فر وكر في الشوارع المحيطة بميدان عبد المنعم رياض وطلعة حرب، وفي ملاحقة من العناصر الشرطية للأفراد اللي كانوا محتشدين في ميدان عبد المنعم رياض. طيب، العدد قد ايه المحتشدين؟ اعدادهم تقريبا قد ايه؟ وهل هم يعني من شباب ثوره ولا من تيارات اخرى ولا يعني من اهالي الشهداء؟ مين المكون الرئيسي لهذه يعني المعارضه؟ يعني خلينا اقول لحضرتك يا استاذ معتز ان الامر ابتدى في اوله لعشرات المحتشدين او المعترضين على براءه الرئيس الاسبق مبارك، وهم يعني ما بينتموش لاي اتجاهات او تيارات سياسيه،
لكن بعد ساعات تقريبا الامر وصل لقرابه 3000 محتشد او معترض على الحكم، وان كان يعني بدات وجود دعوات من التحالف الوطني او ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعيه للنزول والتضامن مع الموجودين بميدان عبد المنعم رياض. يمكن الامر ده اللي رفضوا الناس اللي موجودين هنا او اللي كانوا موجودين في ميدان عبد المنعم رياض ومرددين هتافات ثوريه مره اخرى ورافضين دخول الاخوان او من ينتمي له. بشكرك جدا وارجع لك لو في اي جديد. احمد عبد الصمد من ميدان عبد المنعم الرياض بالقرب من التحرير، وزي ما انتم شايفين يعني في بعض المجموعات من رافضي الحكم والمعترضين على الحكم يعني بيعبروا عن هذا الراي بالقرب من ميدان التحرير، بيتعامل معاهم الجهاز الامني او جهاز الشرطه بمقتضى قانون التظاهر. اعتقد اللي كتير جدا منهم اكيد يعني برضو بيرفضوا، انما هتقول ايه؟ القانون قانون. لو انت بتطالب بترسيخ دولة قانون وباستقلال القضاء ما اعرفش يعني ما فيش اي كلام مفروض ان هو يتقال في هذا الصدد. ايه رأيكم لو ناخد دلوقتي استراحة اعلانية وبعديها نرجع نستقبل الضيوف ونتكلم على اثر هذا الحكم على يعني المشهد السياسي في مصر ويعني المستقبل بتاع هذه القضية، إذا كان ده خلاص أسدل الستار نهائيا ولا هناك يعني إذا قبل الطعن على الحكم من النقض، لأن أنا اللي أعرفه أن النائب العام وجهاز النيابة العامة يعني بيعكفوا في الوقت الحالي على دراسة حيثيات هذا الحكم تمهيدا للطعن عليه، وربما يعاد النظر في هذا الحكم مرة أخرى أمام محكمة النقد. بعد الفاصل يبقى معايا الأستاذ محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، يبقى معايا الأستاذ محمد أبو حامد البرلماني السابق، وهتبقى معايا مراسلة البرنامج داليا أبو عميرة. هنرجع بعد استراحة إعلانية قصيرة، خليكم معانا، اوعوا تروحوا في أي حد. البراءة والقصاص، صور لمبارك وصور للشهداء، أغاني وطنية وهتافات. كانت هي الأجواء بين المؤيدين والمعارضين يفصل بينهم قوات التأمين انتظاراً للحكم الأخير. الكلام في البداية طبعاً بإيجاز أنا أعتقد على الرغم من اختلاف المشهد بين الطرفين، إلا أن حالة الترقب والقلق كانت العامل المشترك. براءة للجميع، حكم كان مفاجئ للطرفين، فأهالي الشهداء اللي فصل الأمن سريعاً بينهم وبين الطرف الآخر دخلوا في حالة من البكاء والحزن. أنا كده ما خدتش حق ابني. فين حق عيالنا؟ لما الظالم يطلع براءة ويطلع معزز مكرم. أما المؤيدين فكانت أجواء احتفالاتهم هي المسيطرة على المشهد أمام الأكاديمية. بقول يا ريس ألف مبروك، وأنا جايك من رسلة، جايك من ألف كيلو. أنا واثقة في القضاء المصري، واثقة في العدل بتاعه. الحمد لله، الحمد لله. المعارضين من ناحيتهم استمروا في رفع صور الشهداء واختفوا بعدها سريعا من المشهد اللي سيطر عليه الطبل والزمر والزغاريد بمشاركة المرة اللي توافدوا سريعا على الأكاديمية بعد الحكم. لمي السلامة، برنامج مصر الجديدة مع معتز الدمرداش. اهلا بيكم مره تانية. على فكره قبل بس ما اقدم ضيوفي عايز اقول انه الاستاذ حسين سالم اللي خد براءه النهارده اعترض لفريق الاعداد في كواليس البرنامج، قال له معتز بيقول عليا رجل الاعمال الهارب وقعد يزعق. لا انت هارب، لانك انت لو مش هارب كان زمانك موجود في القفص النهارده مع مبارك ومع جمال وعلاء وحبيب العدلي وكبار مساعديه، وانت كنت مطلوب على ذمه
القضية وكان المفروض تبقى مكانك جوه القفص. يعني أنا ما بقولش حاجة من عندي والله يا أستاذ حسين، أنت فعلا رجل أعمال هارب رغم حكم البراءة النهاردة مع احترامنا الشديد. بحب أرحب بضيوفي في مصر الجديدة الأستاذ محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية. أهلا بيك أستاذ السادات. أهلا بيك منور. أستاذ محمد أبو حامد السياسي والبرلماني السابق، أهلا بيك أستاذ محمد. أهلا فندم. ومراسلتنا داليا أبو عميرة موجودة النهاردة معنا في الاستوديو بعد ما غطت يعني نقول إيه عشرات الجلسات من جلسات محاكمة مبارك أو ما يعرف إعلاميا بمحاكمة القرن، وهتكلمنا النهاردة عن محاكمة القرن. أهلا بيك يا داليا. هبدا مع الأستاذ السادات. النهاردة أعتقد أن رئيس المحكمة يعني حسم المسألة بالنسبة لمناقشة ما سيحدث بعد منطوق الحكم في جلسات زي بتاعتنا دلوقتي دي النهاردة، وقال أن الناس كلها هتتكلم في الموضوع، بس يعني ناشد الإعلام بأنه هو يعني يطلع على حيثيات الحكم. فهل حضرتك تقدر تقول لنا إيه في هذا المجال؟ شوف خلينا نتكلم بصراحة. يعني طبعا رئيس المحكمة الراجل كان منظم مرتب، وكان برضو متحسب إن هيبقى فيه ردود فعلية يعني شديدة جدا، وده اللي احنا شايفينه الآن يحدث. عشان كده كان واضح في المقدمة اللي قالها، وكان محضر زي ما شفنا ملخص للحكم، محضر فلاشات سيديهات يعني، وناشد الجميع اقروا الأول قبل ما يعني تطلعوا أو تتكلموا أو تعلقوا. أنا مع تقديري لهذا، في النهاية بنقول أحكام المحاكم والقضاء تصدر لتحترم، دي مش عايزة كلام ومحدش فينا يختلف على هذا. تمام. حتى لو كانت ضد قناعتنا وضد رأينا وضد توقعاتنا. أحكام تصدر تحترم، وإذا كان في سبيل للاعتراض عليها بيكون بالطريق اللي رسمه القانون، طعون نقض استئناف أيا كان. ده مفيش خلاف عليه. لكن أنا واحد من الناس أقول لك بصراحة يعني أنا شايف إن هناك أثر كبير، أثر سياسي وأثر نفسي كبير جدا من هذا الحكم، هيبقى على كثير من أحزاب قوى ثورية، على أهالي الشهداء والمصابين. بالطبع هنشوف ردود فعل سلبية زي ما احنا شايفينها الآن تحدث سواء في الشارع أو في دعوات كثيرة، وهيدي فرصة كبيرة لكثيرين متحفزين كانوا قاعدين منتظرين، وكأن الدعوات اللي احنا شفناها على مدى الأسابيع الماضية دي كان تحضير لهذا الحكم وهذا اليوم عشان يبتدوا يشتغلوا عليها الفترة الجاية. تقصد دعوات الإخوان للتظاهر في الشوارع، إخوان وجماعات الجبهة السلفية وغيره يعني الشرعية. كل هؤلاء وكأنهم كانوا يعني عندهم توقع أو حاسبين إن هذا ما سيحدث، وبالتالي يبتدي نشوف تاني حالة من الفوضى وحالة من الاعتراض زي ما بدأت نراها الآن في بعض الميادين. بس أستاذ سادات، هو حضرتك الكلام ده موجه لمين؟ لأن القاضي ملوش دعوة. نعم. ما هو القاضي لو له دعوة يبقى إذن يعني السياسة أو النظام السياسي يتدخل في القضاء ويقول لهم يا جماعة أنا عايز الحكم يبقى يمين أو شمال، وهو لو حصل يبقى بلاش بقى نتكلم على دولة قانون. أنا موافقك طبعا، وأكثر من هذا ده هم كمان بدأوا يزجوا باسم الرئيس السيسي في هذه الأحكام ويحملوه هو الآخر المسؤولية، والرجل لا علاقة له. لكن خلينا نتكلم بصراحة، لما النهاردة أهالي الشهداء والمصابين وكل القوى الثورية، الثورة اللي قامت، الانتفاضة الغضب اللي قامت من المصريين في يناير 2011، ويروا أن الجميع صدر في حقه براءة. يعني أنا أفهم الرئيس مبارك، أفهم أنه سنه، ظروفه الصحية، تاريخه، حاجات كتيرة جدا ممكن أتفهم أنه يعني يكتفى بما قضاه. إنما مسؤولي وزارة الداخلية، الوزير ومساعديه، أمال من الذي قتل المتظاهرين إذا ما كانوش هم اللي قتلوا؟ طب على الأقل كان عليهم مسؤولية في أنهم يحموا هؤلاء المتظاهرين. يعني حتى إذا كان في ناس دخلت زي ما قالوا من حماس أو عناصر خارجية اقتحمت السجون واقتحمت الحدود وكانوا فوق الأسطح وضربوا الناس، طب ما هي مسؤوليتكم أنتوا اللي مسؤولين على الأمن وحماية الناس وتأمينهم، ما يتحاسبوش حتى على ده؟ لا طبعا. طيب يعني مسألة برضو وجهة نظر، يعني يعني حضرتك أعتقد أنك بالخلفية الحزبية بتاعتك أنت أكيد
بتساءل من قبل الناس أعضاء الحزب، وأكيد لو في ناس هتدخل في معركة انتخابات البرلمان أكيد برضو هيبقى ده موضوع مطروح في الأجندة السياسية في مصر. أستاذ محمد أبو حامد، حضرتك شفت الموضوع إزاي؟ وهل كنت متوقع أحكام البراءة؟ هقول لحضرتك حاجة، أنا يعني متهيألي إن إحنا محتاجين نحط عنوان لمناقشة موضوع المحاكمات ده، إنه ما يهمنا جميعا هو معرفة الحقيقة. يعني أنا نزلت في يناير، وفي وقت من الأوقات كان اسمي مرتبط بيناير ارتباط وثيق يعني، لكن أنا ما نزلتش في يناير أنتقم من حد أو شخصا مطالب يناير في أشخاص، بمعنى إنه أنا نزلت بشتكي من فساد، نزلت بطالب بمطالب، اللي كان بيهمني ان المطالب تتحقق، وان الفاسد ايا كان هو مين بالادله والبراهين يدان ويحاكم. كويس. اذا كان ما يهمنا هو معرفه الحقيقه، واذا كان دور القضاء هو تحقيق العداله، فطبعا مع احترام الكامل للاعتبارات اللي قالها سياده النائب، لكن انا شايف ان القضيه ما لهاش علاقه بكل ده. القضيه ليها علاقه بان في فصيل خائن اسمه الاخوان هيستغل اي شيء عشان يؤجج مشاعر الناس ضد الرئيس، اللي هو اساسا ملوش علاقه لا بالمحاكمه ولا يصح انه يكون له علاقه بالمحاكمه. احنا كنا من ضمن مطالب 25 يناير تحقيق الاستقلال الكامل ما بين السلطات، وانه ما كان يبدو من تداخل ما بين السلطات او تاثير على السلطات المختلفه هو لازم ينتهي. فكون في فصيل هيستغل أي حدث وأي ثغرة عشان يوجهها ضد النظام، زي ما كان بيحصل في الميدان في 25 يناير، ان نفس الفصيل ده احنا نزلنا بمطالب معينه، لكن الفصيل ده لانه كان موجود في الميدان باعداد كثيفه كان دايما يفتعل معارك تخصه هو ما تخصناش احنا، زي مره واحده معركه المستشار عبد المجيد محمود، مره واحده ما اعرفش معركه مين، مره واحده اللي هو غالبا بيصفي بيها حساباته وبيمهد بيها الارض لنفسه عشان يقدر يوصل للي هو وصل له بعد 25 يناير. فاللي انا عايز اقوله انه القاضي يا اخوانا يا اللي بتتكلموا، اصل كان في مشاكل في ال 30 سنه، هل الرئيس الاسبق مبارك وقيادات الشرطه اللي كانت بتتحاكم النهارده كانت بتتحاكم على بشكل مطلق ولا في اتهامات محدده؟ اتهامات محددة. كانوا بيحاكموا على قضية قتل المتظاهرين، بيحاكموا على قضية الأصول الرئاسية، بيحاكموا الغاز. على قضية تصدير الغاز. أنا راجل دخلت البرلمان وكنت في لجنة تقصي الحقائق، ووجودي في لجنة تقصي الحقائق ادانا فرصة ان احنا نطلع على تحقيقات المخابرات والامن الوطني والى اخر ذلك يعني، ولم نجد في هذه التحقيقات ما يفيد انه حد اصدر امر او انه قيادات الشرطه اللي كانت موجوده هي اللي قتلت. النهارده لما القاضي حكم بالبراءه حكم في الموضوع ده. الامم المتحده بعد البوسنه والهرسك كانوا عملوا حق سموه حق معرفه الحقيقه، وقالوا انه الاماكن اللي بيحصل فيها ثورات او حروب اهليه لازم تبني ما بعد الثورات والحروب الاهليه على الحق ده بالذات. وقالوا ان حق معرفه الحقيقه ده دوره ان المجتمع ما يقعش في نفس الاخطاء اللي وقع فيها، انه في ظل الثورات ممكن يحصل نشر لامور على في اطار انها حقيقه وهي بتبقى مجرد التنافس والصراع السياسي ما بين المتصارعين على السلطه، وقالوا انه كل ما يكون المجتمع حريص على ان الحقيقه نوصل لها مجرده، كل ما دون هيحقق انتقال ما بعد الثورات يكون انتقال آمن يحقق مصلحة الشعوب. فاللي أنا عايز أقوله إنه حقيقة مصر ما فيهاش قانون للمحاكمات السياسية. مصر ما فيهاش، احنا كنا في اول مجلس الشعب كان حصل كام جلسه كده ناقشنا فيهم قانون محاكمه الوزراء لو حضرتك فاكر، وبعدين جت الاغلبيه الاخوانيه والسلفيه كفوا على الخبر ماجور زي ما بيقولوا وبطلوا يناقشوا الموضوع ده. فاساسا احنا ما عندناش قانون يوصف الجريمه السياسيه او يحدد اجراءات اثباتها ايه، او يحدد لما انت تيجي تحاكم بناء على ايه. طيب. النهارده الرئيس الاسبق مبارك وقيادات الشرطه كانوا بيسالوا عن هذه الامور. انا بقول لحضرتك فيما يخص قتل المتظاهرين والمصابين، انا كنت في لجنه تقصي الحقائق، انا شفت يعني معلوماتي مش معلومات الشارع، مع احترامي لاخواننا الثوار. لا استنى، انا عايز استاذ محمد تقول لي نرجع للجنه تقصي الحقائق ونتكلم شويه، لانها موضوع مهم واحنا بنوثق تاريخ هذه الفتره الهامه جدا من تاريخ مصر. تعالى، لان في كلمه لفتت نظري حضرتك قلتها، تعالى نرجع للكلمه اللي قالها القاضي المستشار محمود الرشيدي النهارده امام محكمه جنايات القاهره قبل النطق بالحكم، واللي اعتقد ما هو النهارده الراجل قال انا عارف ان مفيش تعقيب على احكام القضاء، بس هو نفسه توقع ان كلنا كده هنقعد بالليل ونحلل ماذا حدث. فمن ضمن الامور اللي لفتت نظري ان هو يعتبر
أداة النظام مبارك سياسيا، هو نفسه سياسيا، بس في نفس الوقت قال يا جماعة دي محكمة الجنايات والتهم الموجهة إلى هؤلاء المتهمين ليست تهم سياسية. تعالوا نشوف هو قال إيه ونرجع تاني إلى ضيوفي في مصر الجديدة. تعقيبا على هذا الاتهام لرئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني السيد مبارك، أنه رغم ما جلى للمحكمة من نقاء المطالب المشروعة للمتظاهرين من الشعب المصري فجر الثورة الشعبية الأولى في 25 يناير 2011 والتي نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لما اعترى النظام الحاكم من وهن في سنواته الأخيرة ومسالب كبطء القرار وفسق فرع منه وتهيأ للاستحواذ على مقاليد الحكم وقرب الأتباع ونضب ضخ دماء جديدة على مقاعد صارت حكرا لقيادات تناست دوران عجلة قانون الحياة دوما للأمام وتصرمت عزيمتهم للاستحداث وغض الطرف عن الموروثات الشرطية التي جفلت الفكر الأمن الخلاق وتقاتل على ثروات مصر زمرة من المنتفعين وأصحاب المصالح والمتسلقين مع تزييف الإرادة الشعبية واندثار التعليم وإهدار الصحة وتجريف العقول المستشرقة غد. رغم الكلام ده اللي بيعتبر إدانة سياسية مباشرة لحكم حسني مبارك لمصر لفترة يعني 30 سنة إضافة إلى 6 سنوات كنائب، إلا إن القاضي لم يستطع أن يعني يصدر قرار بالإدانة الجنائية باعتبار أن هذه القضايا في الأول وفي الآخر هي قضايا تنظر أمام محكمة جنايات القاهرة وليست محكمة الثورة أو محكمة الثوار أو محاكمة نظام مبارك. داليا أبو عميرة كانت موجودة في هذه الجلسة في أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة وهي موجودة معايا النهاردة في الاستوديو، وعايزينها تحطنا أكتر في الأجواء وخصوصا أجواء الانضباط اللي حرص عليها القاضي المستشار محمود الرشيدي طول الوقت، وكأن لسان حاله كان بيقول أنا مش هقبل الفوضى اللي حصلت في جلسات سابقة. مزبوط. ايه رايك ده استاذ معتز؟ طبعا خليني اقول لحضرتك انه القاضي النهارده اكيد كان في ذهنه او في خياله او استرجع الجلسه اللي نطق فيها القاضي السابق احمد رفعت الحكم على مبارك، واللي طبعا كان فيها احكام بالادانه واحكام اخرى بالبراءه، وشهدت اشتباكات عنيفه جدا بين الصحفيين ورجال الامن وطبعا محامين الطرفين اللي كانوا جاهزين بلافتات في حال صدور اي حكم. النهارده القاضي كان عايز يسيطر على الموقف بحيث ان ده ما يتكررش، لان طبعا من المعروف أو من المؤكد أنه أحكام البراءة دي لن ترضي الكثيرين. فكان الجو جوه القاعة أو يعني خلينا أقول لحضرتك المشهد غضب مكتوم من البعض، طبعا ده فئة موجودة جوه القاعة كانت حاسة بغضب مكتوم، والبعض طبعا أكيد كان حاسس بصدمة، وفي طبعا فريق تاني بالتأكيد كان مبسوط لكن حتى ما قدرش يعبر عن سعادته دي بالشكل اللي احنا كنا متوقعينه أو اللي احنا كنا منتظرينه. فكان لابد أن القاضي يلجأ لأنه يهدد بأن اللي هيتكلم يتسجن سنة، وطبعا دي عقوبة قاسية جدا، معروف أنه اللي بيعمل أي إجراء مخالف جوه القاعة بياخد 24 ساعة بس، يعني ده المتبع في معظم القضايا سنة، بس سنة بعد ما هو يكون نطق عبارة رفعت الجلسة. مظبوط. خليني أقول لحضرتك أن كمان كان من أكتر الكلمات اللي قررها القاضي النهاردة في الجلسة عودوا إلى مقاعدكم، وكررها كتير بعد كل كلمة براءة قالت، لأن كلمة براءة قالت النهاردة حوالي 4 مرات في الجلسة بتصنيف القضايا وقسم المتهمين، فكان بيكرر عودوا إلى مقاعدكم بعد كل كلمة براءة للتأكيد على أنه مسيطر على الأجواء وللتأكيد على أنه مسيطر على خط سير الجلسة. وأعتقد أن ده كان إجراء إيجابي، لأنه لو ما كانش ده حصل كنا هنشوف يعني فوضى هرج ومرج جوه القاعة بشكل يمكن غير مسبوق حتى أكتر من المرة اللي فاتت. ده شيء يعني بالتأكيد ما شيء مفروغ منه. بعد صدور الأحكام بالبراءة للجميع، ردود فعل هيئات الدفاع والمتهمين داخل القفص كان ردود فعلهم ايه؟ المتهمين مبدئيا كانوا يعني شفت انا معظمهم بيبكوا
ولما اتكلمت مع المدعي يعني محامينهم محامين المتهمين اكدوا لي ان المشهد ده حقيقي وان واحد زي اللواء حبيب العدلي مثلا لاول مره يبكي النهارده من وقت ما تم احالته للمحكمه كان اول مره تنزل دموعه النهارده ده بحسب تعبير محاميه طبعا مش كلامي وطبعا مشاعر الفرحه بينهم جوه يعني مش في القفص او مش جوه في القاعه بشكل علني بالنسبه لنا مبارك مثلا جوه مبارك داخل القفص بعد النطق بالحكم لا لم يبدي اي رد فعل لم يبدي اي رد فعل لكن اولاده كانوا سعداء جدا وده كان واضح يعني كان واضح من خلال محاميهم انه هم طبعا بيمروا بحاله سعاده بالغه ومعنويا حتى لو هم مش هيخرجوا من السجن لان طبعا من المعروف ان هم مش هيخرجوا من السجن بعد حكم النهارده لكن معنويا طبعا الحكم بالنسبه لهم اكيد خطوه ايجابيه تعالي نتكلم في حكايه يعني سواء يبقوا في السجن او يخرجوا بره السجن في قضايا اخرى هم محكوم عليهم فيها الأصول الرئاسية. بعض الأحكام وبالتالي هم يفضلوا محبوسين على ذمة هذه القضايا إنما يعني في الأستاذ محمد أبو حامد من شوية كان بيضرب المثل بمسألة الحق في معرفة الحقيقة وأنا عايز أسأل سؤال للأستاذ محمد أنور عصمة السادات بعد الفاصل الإعلاني أين الحق في معرفة الحقيقة أو تحديدا لو كانت هذه الأحكام بالبراءة للجميع من قتل متظاهري ثورة يناير؟ خليكم معانا اوعوا تروحوا في اي حته. طيب النهارده احكام محكمه جنايات القاهره بالبراءه للجميع خلت فيه اكيد دون التعقيب على اي حكم من احكام القضاء وهي دي القاعده القانونيه المعروفه خلت فيه معسكر مؤيد ومعسكر معارض في ناس مبسوطة وناس زعلانة لازم نكون صرحة أستاذ سادات حضرتك قبل الفاصل كنا بندردش مع بعض شوية والأحكام صدرت ولا تعقيب على أحكام القضاء لو في من شوية أستاذ محمد أبو حامد قال لك أن المجتمعات المتحضرة بعض النماذج حصلت في أوروبا الشرقية بتبحث دايما على معرفة الحقيقة والحق في معرفة الحقيقة وأنا أكيد متأكد أن يعني أكيد 100% مصر هتحتاج لتوثيق بشكل أو بآخر في أي مرحلة فممكن دلوقتي السؤال يطرح لو هذه الأحكام بالبراءة مين قتل متظاهري الثورة؟ هو ده الحقيقة السؤال الكبير اللي كان يجب وده من بداية ثورة يناير لما كان هناك برلمان تم انتخابه ولجنة تم تكلفها من المجلس بتقصي الحقائق عشان معرفة الحقيقة ثم كان هناك ما أطلق عليه العدالة الانتقالية اللي المفترض إنها تتعامل مع أحداث الثورة يعني يبقى في نوع من المصارحة إفصاح نوع من جبر الضرر للناس اللي أديرت كل دي أمور للأسف لم يحدث منها شيء إلى الآن يعني لا لجنة تقصي الحقائق استكملت شغلها لأنه المجلس تم حله فبالتالي ما كانش في مجال إنها تستكمل شغلها ولا موضوع العدالة الانتقالية واللي شفنا نماذج في دول كثيرة في جنوب أفريقيا وغيرها من الدول اللي حصل فيها تغيير أنظمة أو حصل فيها نوع من الثورات وحصل في بولندا حصل في جنوب أفريقيا في لاتين أمريكا حصل في حتت كتيرة جدا حصل ما حصلش لغاية دلوقتي مع ان احنا عندنا وزارة للعدالة الانتقالية من ضمن المهام بتاعتها انها تتولى هذا الامر عشان في النهاية انت عندك جرح الجرح ده لازم يتلم يتلم على نظافة يتلم يبقى فيه نوع من المصارحة من المكاشفة الحقيقة هو ده اللي المفروض يكون الى الان ما حصلش ده انت النهاردة في وضع اصبح زي ما بقول أنا مقدر أنه القاضي بيحكم من واقع الأوراق والمستندات والتعامل على القضية لا خلاف وأن احنا بنتكلم على قضية محددة في تهم جنائية محددة ما يقدرش يخرج عنها بالرغم أنه أدان مبارك ونظامه على مدى سنوات كإدانة سياسية وطلب في حكمه أنه على المشرع البرلمان القادم أنه لابد أنه يراعي المسؤولية السياسية وما إلى ذلك قال هذا زي واتكلم إن كان في زمرة من الناس بالزبط. بتوزع الثروة ومستفيدة من خيرات البلد فكلامه واضح وظلمت الناس يعني الراجل أنا حتى يعني قال هذا بتسأل هو بيقول ده ليه لكن وبالرغم من هذا وقال
حقوق الناس المدعين بالحق المدني ان الحكم ده لا يمنع استمرارهم في حصولهم على تعويضاتهم اذا حكم بيها وقال ان هناك وبيحس الدولة على انها لابد المجلس القومي لرعاية اسر الشهداء والمصابين لابد ان الناس دي تاخد حقوقها. قال كل هذا لا خلاف لكن يبقى عندنا شيء ان هناك اثر للحكم شايفين ده دلوقتي في حالة الغضب وردود الفعل. احنا مش عايزين انقسامات النهاردة على اثر هذا الحكم. الحكم محدش بيختلف عليه وبنقول بنحترمه لكن في انقسامات حصلت واحنا اوريدي المناخ تربه خصبه الان في مصر الى الاشاعات والى تحميل الدوله والرئيس وغيره اللي هم ما لهمش علاقه بيه. احنا فاهمين ده. عشان كده انا بقول المهمه الكبرى الان كيفيه التصدي لهذا بنوع من الحكمه نوع من العقل عشان نوضح لهؤلاء الشباب الغاضب لأسر الشهداء للقوى الثورية ودي مسؤولية المجتمع كله أحزاب دولة مجتمع مدني كنيسة جامع أزهر كل دول لازم يبتدوا يوضحوا للناس عشان نحاول ننزع فتيل الغضب ده اللي ممكن يتحول إلى دعوات عنف فوضى وده اللي بدأنا نشوفه على المواقع دلوقتي وما نديش فرصة لحد من الناس اللي متربصة الناس اللي برضو موجوعة وبتتكلم على انها بتحاكم ايضا وان في احكام صدرت في حقها احكام عنيفة باعدام وبمؤبد في قضايا ربما تبقى اقل من هذه. لابد نفهم ان العالم كله النهاردة وهم بيصدروا الصورة دي مش بس الجوه الجوه والبرة اتفرجوا وشوفوا ادي الناس اللي الثورة قامت عليهم. لابد ايضا حاجة مهمة وانا بقول الكلام ده عشان احنا حارسين على الدولة كل من هو مؤيد لمبارك متعاطف مع مبارك وانا اقدر ده ونحترم ومفيش خلاف لكن لابد ايضا بلاش استفزاز بلاش بعض من وسائل الاعلام انها تطلع وتدخلنا في استفزاز لمشاعر الناس ونسمع كلام في مهاجمة من كان هو في يناير وانها مؤامرة. الكلام ده كلام لازم نبقى عارفين ان احنا بنكب بنزين على النار ما ينفعش. لازم نراعي مشاعر الاخرين اللي مكلومين في ولادهم في اهلهم في ناسهم كل دي امور لازم ولابد ان الرئيس يطلع يطل علينا ويكلم الناس صحيح هو ملوش دعوة لكن ينتهز فرصة في اي موضوع اخر ويتحدث للشعب ويقول لهم انه احنا في النهاية عندنا بلد داخلين على مؤتمر اقتصادي وعندنا مشاكل وعندنا تحديات كبيرة. يعني حضرتك عايز تقول ان الرسالة هي المضي قدما بغض النظر عن هذا الحكم القضائي وبتطالب كل مؤسسات الدولة انها تقوم بدورها. تعال نروح زي ما قلنا من شوية انه في بعض الناس يعني المعارضة لهذا الحكم أكيد شباب التيارات الثورية وما إلى ذلك. كنا بنتكلم من شوية مع مراسلنا في عبد المنعم رياض دلوقتي في مراسل آخر مع ناس مؤيدة لهذا الحكم من الدقي بمحافظة الجيزة. تفضل يا عماد البطراوي الأجواء عندك إيه؟ مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ معتز. يعني لا شك أن خبر الحكم في محاكمة القرن النهاردة كان أهم خبر اليوم وفرح ناس وزعل ناس. ضيوفي أنا من اللي فرحوا ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. اسمح لي أنتقل إليهم وأعرف رأيهم في حكم النهاردة. أتعرف بيكي؟ ياسمين سيس. ياسمين قولي لي كان إيه شعورك النهاردة بحكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك؟ أكيد كنت فرحانة جدا وسعيدة لأن بقالنا 4 سنين عارفين الرئيس مبارك براءة ومتأكدين من ده لكن كنا بنحاول نصبر زي ما هو قال لنا بالظبط سيحكم التاريخ بما لنا وما علينا وقال أنا راضي بحكم القضاء أيا كان فإحنا استنينا حكم القضاء. فالحقيقة أنا عايز أتكلم في نقطة تانية خالص النهاردة في القضاء. بشكر المستشار الجليل محمود الرشيدي إدى دروس النهاردة رهيبة. أول درس كان للقضاء قضاء كتير قوي للأسف ما بيرعوش ربنا ولا ضميرهم وبيستشعروا الحرج فبنتمنى اللي هم يبقوا نفس المسلك بتاع الرشيدي ان هم يمشوا بما يرضي الله. تاني درس اداه في الاخلاق قال لك مكارم الاخلاق يا ريت كلنا نتسامح ونعرف ازاي نسامح يعني نعمل نكبر الرمز بتاعنا. هو ما قالهاش كده بس كان معنى كلامه كده. تالت حاجه ادى درس في التاريخ
كان مهم جدا بالنسبه لي، وده الحكم اللي انا كنت مستنياه، ان المستشار الرشيدي ما اداش حكم بالبراءه، ادى حكم بلا يجوز محاكمه رئيس قضى 30 سنه حكم، وقضى كان نائب لرئيس الجمهوريه وحافظ على البلد. طبعا انا هقول كلام من عندي اللي فهمته من المستشار، كانت البلد فيها امان، وكان ادى الرئيس مبارك حقه، اتكلم في حقه كلمتين فعلا للتاريخ فنصفه. ده اللي انا كبنت من ابناء مبارك كنت مستنيه، اللي انا ارتاح من جوايا ان التاريخ نصف الرئيس مبارك. طب ياسمين، دلوقتي الحكم كان في القضيه جنائيا، ان الرئيس الاسبق ما تسببش في قتل المتظاهرين، لكن في الطرف الاخر بيقول انه لازم يحاكم مثلا سياسيا، ان كان في فساد في البلد. طب كان هو اتحاكم سياسيا بقاله 3 سنين بيتحاكم ومتبهدل، واحنا متبهدلين، البلد كلها اتبهدلت واتدمرت 4 سنين، صح ولا غلط؟ ده كله ال4 سنين دول مش كفايه عند اللي هم الطرف الثاني اللي عايزين الرئيس لسه يتحاكم سياسيا، يتحاكم على ايه؟ وهو لو كان الرشيدي عايز يدي له حكم سياسي، هو قالك انا هحكم حكم بالقانون، حاكم يعني هل من المفروض يحاكم حد على حاجه ما عملهاش عشان يرضي مجموعه من الناس اللي هي من وجهه نظري عملاء وباعوا البلد وخربوها لمده 4 سنين؟ كان يحكم عليه بايه؟ شكرا يا ياسمين. هنتقل لراي اخر اتعرف بحضرتك. الدكتور سيد محروس. دكتور سيد، كان ايه شعورك بالبراءه النهارده؟ والله اولا احنا فرحنا كلنا بالبراءه، براءه للسيد الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، براءه مستحقه. احنا مش هنتكلم في حكم القضاء، لان حكم القضاء لا يجوز التعقيب عليه الا من الناس القانونيه، حتى قانونيين برضو ما لهمش تعقيب. طالما انت مواطن في هذه الدوله تحترم القانون وتحترم مؤسسات الدوله، فيجب عليك ان تحترم القضاء الشامخ اللي النهارده حكم على الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك وما هم ما كانوا في القضيه معاه من وزير الداخليه الاسبق حبيب العدلي ومساعدينهم، حكم عليهم ليس حكم سياسي، حكم عليهم النهارده حكم طبقا للمستندات المقدمة من من الناس المتقدمين في القضية ضد حضرتك. كنت متوقع الحكم؟ عايز اقول لحضرتك من الاخر، انا كنت متوقعه، مش عشان حاجه، انا كنت متوقع الحكم من الاول، لان كل قضايا الاخوان، كل قضايا الارهابيه اللي هم لفقوا قضايا الناس كتير، زي الرئيس محمد حسني مبارك، زي الفريق احمد شفيق، لفقوا الكل اللي موجودين في السلطه قضايا وهميه. الارهابيه عرفت ازاي النهارده تضللنا من 2011 لحد الوقت اللي احنا فيه. طيب النيابه دلوقتي ليها حق لسه انها تنقض على الحكم بخطوه اخيره، متوقع ايه؟ والله معالي المستشار النائب العام النهارده اصدر قرار بان مساعدينه يبداوا في جمع او الرجوع لمستندات او لحيثيات الحكم بتاعت القضيه، ومن خلال حيثيات الحكم لو لقوا فيها ثغرات والنيابه العامه يحق ليها او النائب العام اللي يحق ليه ان هو يعيد تاني او يطعن في الحكم يحق ليه. ما لقاش ثغرات، خلاص ما فيش ثغرات، وهو الرئيس الاسبق حسني مبارك ما عندوش ثغرات، رئيس عمره ما نزل، عمره ما ضرب ناس، ولا هو ولا ادى امر بالضرب. يا جماعه احنا بنتكلم على محارب حارب من اجل هذا الوطن، قال هعيش فيه وهموت فيه وهتربى على ارضه. شكرا يا استاذ سيد. أعود لحضرتك في الاستوديو يا أستاذ معتز. هذه كانت آراء ضيوفي في حكم اليوم في محاكمة القرن ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. لا، هو مفيش مشكلة طبعا، الناس المعسكر اللي مبسوط يقول إن هو مبسوط، بس يا ريت ما يستخدمش البرنامج كمنبر بطولة فلان أو علان، لأن في الآخر وفي الأول في حوالي أكتر من 1000 مصري اتقتلوا في ثورة 25 يناير. مع احترامي الشديد طبعا لكل الآراء اللي اتقالت، شكرا لعماد البطراوي ولضيوفه من الدقي. أستاذ محمد أبو حامد، حضرتك كنت أيام عضويتك للبرلمان عضو في لجنة تقصي الحقائق، ومع ذلك لما سألتك على الحكم النهاردة قلت لي إن ده كان شيء متوقع. خليني اقول حاجه لو حضرتك تاذن لي، انه فكره ان الحكم يتاخد في اتجاه ان الدوله بتنقلب على 25 يناير، انا رافض ده شكلا وموضوعا ومضمونا، لاني الدوله، نظام الدوله الان ممثل في الرئيس ورئيس الحكومه والوزراء، ودستور الدوله بيعترف بثوره 25 يناير وثوره 30 يونيو. خطاب الرئيس السيسي قدام الجمعيه العامه للامم المتحده اتكلم عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو في بدايات ما بعد 30
30 يونيو كان دايما الرئيس في تصريحاته انه يخطئ من يظن انه 30 يونيو جت تلغي 25 يناير او انها هترجع اشخاص يعني تورطوا او ثبت عليهم فساد او ما شابه. وفي الحقيقه محاوله ان كل ما يحصل حاجه قد يختلف عليها ناس يقوموا جايين رايحين على الرئيس، انا شايف ان ده شغل اخوان، ولازم اخواننا الثوار مع احترامي للجميع خلي بالكم انه اللي اجهض تحقيق مطالب الثوره الى الان هم الاخوان. اللي قال عليكم وانتم في الميدان في مجلس الشعب انكم بتشربوا مخدرات وان مالكوش اي شرعيه وان روحوا بقى بيوتكم البرلمان منعقد، هم الاخوان. وفي الحقيقه ده ردا على سؤال حضرتك قلته قبل المداخله اللي حصلت من شويه دي، مين اللي قتل؟ اللي بيقتلنا النهارده هو اللي قتلنا امبارح وهو اللي قتلنا في 25 يناير. اللي بيستبيح دماءنا النهارده في سيناء وبيستبيح دماءنا النهارده في المطريه وبيستبيح دماءنا النهارده في عين شمس هو اللي بيستبيح دماء هو اللي استباح دمنا امبارح واول امبارح وفي 25 يناير. اللي قتلنا الرئيس اللي هم قدموه للراي العام محمد مرسي المعزول لما جابوه في القصر الجمهوري وكان قاعد مع مجموعه الوزراء قال بالنص كده ايه يعني لما نضحي بشويه ناس، ده مسجل ويذاع عشان يتحقق ما يراه ان هو مصلحه الكل ومصلحه الجميع. وفي الحقيقه التحقيقات اللي احنا اطلعنا عليها وقت ما كنا في لجنه تقصي الحقائق كلها كانت بتشير انه ما كان يقال في المرحله الانتقاليه الاولى الطرف الثالث، وكان ما كانش حد قوي عايز يشاور على الاخوان. ولو حضرتك تتذكر واظن احنا التقينا اكتر من مره في الوقت ده، انا كنت دايما بقول انه اللي يدرس الاخوان نظريا يعلم جيدا ان هم ما عندهمش مشكله انهم يقتلوا عشان يتاجروا. طب ما هم المفخخين اللي بيروحوا يفجروا نفسهم، ما دول يعتبروا قتله اللي تسبب في قتلهم الاخوان لما بيقنعوهم روح اقتل نفسك عشان تخش الجنه دلوقتي واحنا بقى نحقق المصالح اللي احنا عايزينها. اذا كان الاخواني في رابعه، وده جه في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق، قال إن أول من بدأ إطلاق النار العشوائي وأسقط ناس من جوه اعتصام رابعة كان من داخل اعتصام رابعة. إذا كان بيقتل ناسه يبقى مش هيقتل شباب الثورة. لو الكلام ده مظبوط أستاذ محمد أبو حامد مع احترامي الشديد طبعا لهذا الرأي، فين الإدانة القانونية؟ يعني هل يكفي إن أنا أتكلم أقول الإخوان قتلونا في يناير، الإخوان قتلونا في كذا، ولا لازم يدانوا بإطار قانوني يا فندم؟ ما هو في حيثيات المحاكمة الثانية اللي جارت مع الرئيس الأسبق مبارك وقيادات الشرطة تم عرض مجموعة من الوثائق، هذه الوثائق تقدم بناء عليها عدد من المواطنين والمحامين ببلاغات تتهم قيادات الجماعة الإرهابية إن هم قتلوا. وفي جزء من اللي بيحصل ممثل نيابة أمن الدولة في محاكمة الخيانة في المرافعة الأخيرة بتاعته أكيد حضراتكم سمعتوها أشار بشكل واضح جدا أنه مرسي والنظام الإخوان من وقت 25 يناير متورط في هذه الدماء. اللي عايز أقوله لحضرتك أنه لا، إحنا عارفين مين اللي قتل، وكون بقى أن ده هياخد إجراءات ومحاكمة ده ما يخليناش نغيب هذه الحقيقة. اللي بيقتلنا النهاردة هو اللي قتلنا امبارح، هو اللي قتلنا في 25 يناير. هل في حد من الثوار اللي كانوا موجودين في الميدان كان بيتبنى اي فكر عنف غير الاخوان؟ هل في حد يملك انه يمارس عنف وعنده حلفاء قادرة انها تخطف وتقتل وتدخل عن طريق الحدود غير الاخوان، عن طريق حزب الله وعن طريق حماس؟ دي حقائق يتقدم بقى بيها بلاغات. الحاجة التانية، انا في الحقيقة لا اقبل ابدا كشخص طبعا مع احترامي لكل صاحب رأي اني اقارن ما بين محاكمة الرئيس الأسبق مبارك ومحاكمة الخاين المعزول الإرهابي محمد مرسي. أنت بتكلمني عن واحد إرهابي بيمارس إرهاب بأدلة قطعية، ممكن تختلف مع الرئيس الأسبق مبارك في أمور في إدارة الدولة في أنه سكت على فساده، لكن هذا لا يعني أني هسويه بمحمد مرسي بأي شكل من الأشكال. محمد مرسي خاين رسمي. يعني ايه خاين رسمي؟ يعني راجل مكلف بمهام لافساد هذه الدوله. بس وبالتالي لما يصدر محمد على دوله قانون، ومع احترامي الشديد لرايك انت ادنت مرسي قبل ما القضاء يدينه، ما هو الراجل بيتحاكم دلوقتي. يا فندم بس في ادله في يا فندم ادله ظاهره قاطعه، بس هو يعني لوضع الامور في نصابها الصحيح. انت النهارده لو بتتكلم مناقشه قانونيه بحته
وتعمل صحيح القانون. مسألة الخيانة لم تثبت لغاية هذه اللحظة. الإرهاب واستخدام العنف ضد المجتمع قضية مش ثابتة بس بالتاريخ وتاريخ ده ثابتة بيوم بيومه. ده زي ما طب لحظة واحدة انت طرحت دلوقتي يعني عنصر جديد في المناقشة. انا عايز اروح لداليا بس بسرعة. استاذ سادات استاذ محمد ابو حامد بيقول ما ينفعش انك انت تقارن ما بين رئيسين, واحد كان اسبق واحد كان سابق او معزول ايا كان. يعني استاذ معتز اسمح لي اقول كلمة. ما ينفعش تقارن ما بين رئيس سابق وخاين وعميل. انا قلت كده عشان بس يبقى ده لفظي. انا فاهم يعني ايه. احنا مش عايزين ندخل بس في الجدال ده لان انا مش عايز كراجل محاور في التوك شو ما ينفعش يعني ايه ان انا اخد طرف محمد مرسي. لا لا ابعد طبعًا. ما اكون بس بس انا طبعًا. بس انا من ضمن مهامي في هذا الحوار صحيح. ان انا احط الامور اظبط النصاب الصحيح لان انت لا لا النهارده لما تقول خاين مش قصدي راي لما بتقول خاين قد يكون هذا صحيح, انما انا لسه ما عنديش حكم محكمه. بنتكلم على دوله قانون استاذ سادات. يعني انا بتفق طبعا مع وجهه النظر اللي حضرتك قلتها. ايا كان رئيس سابق رئيس اسبق احنا بنتكلم دلوقتي على انه هناك مسؤوليه جنائيه ومسؤوليه سياسيه. عايزين نشوف اللي ارتكب هذه او هذا الجرم عايزينه بيتحاسب بالقانون. احنا مش عايزين حاجه اذا كان مبارك إذا كان مرسي. يعني في النهاية القتل واحد, والقتل مش بس قتل بالمولوتوف وبالمسدس. لا احنا ما احنا قعدنا سنين طويلة كان في قتل أدبي ومعنوي. هي المسألة مسألة ما في ناس موتت ناس سنين طويلة. طب وفين القوانين اللي بتحاسب على القتل الأدبي والمعنوي؟ مش موجود عندنا كل ده اللي أنا عايز أقوله. يعني المفروض إن احنا نتمنى إن احنا نشوفه إن شاء الله في التشريعات الجديدة في القوانين الجديدة. لكن في الوقت الحالي احنا شغالين بناء على اتهامات محددة زي ما حصل في المحاكمة دي, والرئيس برئ منها. بنقدر هذا بنحترمه, لكن في نفس الوقت أنا وجهة نظري إن احنا عندنا ودي مهمة قوي شباب على مدى الشهور الماضية, مش عايز أقول سنين, الشهور الماضية محبط, ما بقاش عنده ثقة في حد, يأس, يشعر أن لا شيء قد تغير على الإطلاق من يناير. والبعض منهم يعني بعد عن أي مشاركة سياسية, بل العكس البعض منهم خد في وشه ومشي هاجر. إحنا مش عايزين نخسر الشباب, ده مسألة غاية في الأهمية, لدرجة أن أنا كنت بتحدث قريب مع بعض من الشباب لقيتهم متيمين معجبين بداعش وما يحدث من داعش إلى هذا الحد. فإحنا بنقول انتبهوا عشان شبابنا, انتبهوا عشان مش عايزين نخسر أكتر من كده. محتاجين إن إحنا وبسرعة نتفاعل معاهم. معجبين بداعش ليه؟ لما نعم بيعتبروا إن ده نموذج لتطبيق الدولة الإسلامية والشريعة. أيوة, وما هماش إخوان ولا هم حاجة, شباب عادي, إنما في نوع من الإعجاب. أيوة يعني ما تندهش يعني ده بيحصل. يعني معجبين بوحشية المذابح بتاع الداعش؟ لا, بمعجبين بأن هناك من هو يحاول أن يحقق الدولة الإسلامية ويحقق ده طيب. وقلت لهم إيه طيب لما طبعا قلنا لهم ما أنتوا بتتكلموا على ناس يعني ناس لا عقل ولا دين, وناس يعني الدم هو الأساس, وأيا كان حطوا رجلهم في أي حتة خراب, دول زي التتار. أي حاجة بتقابلهم في وشهم, وزي ما شفنا المذابح الكبيرة. لكن قصدي أقول لك إن ده موجود, يعني موجود عندنا. بس في هل هم كانوا مدركين في خلال حوارك معهم أستاذ سادات إنه لولا ما شهدته مصر من حدث أساسي جدا في تاريخها اللي هو 30/6 كانت المسألة دخلة في سيناريو مشابه لمسألة داعش ومشابهة لمسألة إقامة دولة الخلافة وما إلى ذلك على أرض مصر؟ لا, دول ما هماش معجبين على الإطلاق بتجربة حكم الإخوان, بل بالعكس يمكن ضدها, لكن معجبين بتجربة بتاع داعش. يعني ما هماش يعني هم شايفين ان تجربة حكم الاخوان تجربة فاشلة وتجربة كانت صعبة وقاسية على الجميع. خليني اقول لك برضو على حاجة مهمة جدا. انا برضو بشوف انه مهم قوي ان الرئيس السيسي وهو قال هذا الكلام قبل ما يتولى يعني في اثناء الحملة الانتخابية, بارجو انه يحافظ على مسافة من قيادات أو رموز الحزب الوطني سابقا. لابد أن يبقى في مسافة بينه وبين هؤلاء,
يعني ايه اللي بيخليك تقول كده؟ بقول كده لانه طبعا النهارده بعض من الناس بتشوف بعض من النماذج بيتم استدعائها مره اخرى وبتتواجد في الحكومه وفي اماكن كثيره غيرها، وهو كان وعد وقال انه لا علاقة والماضي مش هيرجع تاني. الكلام ده لازم ناخد بالنا، احنا مش عايزين كل ده. بقوله احنا عايزين نحافظ على الدولة المصرية، وشايفين ان نجاح الرئيس نجاح لنا كلنا كلنا كمصريين هنستفيد من هذا، لكن لازم ننتبه ان في حاجات لازم ناخد بالنا منها. ده انا ناعي هم انتخابات البرلمان القادمة واثر الحكم ده. انت شفت احمد عز لما افرج عنه وبدأ الحديث عنه انه بدأ مشاورات وبدأ لقاءات، الكل بدأ يتوجس. خلينا نأجل الكلام، خلينا نأجل الكلام في النقطة دي لانها نقطة مهمة، وتعالى نتكلم فيها باستفاضة وناخد رأي الاستاذ محمد ابو حامد. بس عايز داليا تقولي النهاردة بعد ما كانت بتغطي تغطية مباشرة لجلسة بيسموها محاكمة القرن في محكمة جنايات القاهرة النهاردة، تعقيبك ايه او ازاي قريتي الكلام بتاع المستشار الرشيدي على الإعلام تحديدا؟ أول مرة أشوف حد بيوجه رسالة مباشرة كده وكأنه عارف كويس قوي إيه اللي هيحصل بعد أول ما يقول رفعت الجلسة. مظبوط. طيب أستاذ معتز، خليني أرجع مع حضرتك شوية لورا وأقول لحضرتك أنه من أول جلسة نظر فيها المستشار الرشيدي القضية دي، وهو كان بيولي اهتمام شديد بالإعلام، وكان طول الوقت أولا الجلسات بتزع على الهواء مباشرة، كمان كان بيشرح ما يدور في الجلسة للمشاهدين في المنازل، وكان بيقولها كده نصا، يعني كان بيتكلم مع المحامين ويقول خلينا نبسط الأمور علشان اللي بيشوفونا في المنازل يبقى الموضوع واضح بالنسبة لهم. وكمان حضرتك ما تنساش الجلسة اللي فاتت اللي هو كان أجل فيها نطق الحكم، كان عمل تقرير خاص يعني أو تقرير حاجة واقع لأول مرة في تاريخ القضاء. مظبوط. تعمل تحت إشرافه بس يعني علشان يوضح للناس إيه اللي بيحصل أو هو واصل لحد فين. يمكن ده يكون إدراك منه لدور الإعلام وأهميته، لكن كمان خليني أقول لحضرتك إن ده يمكن ما حصلش مع أي قاضي في مصر قبل كده. يمكن احنا دي حاجه مستحدثه بالنسبه لنا انه دايما القضاة بيبقوا متحفظين جدا في ارائهم في يعني اعلان او اظهار ما يدور خلف الكواليس الا هو. والحقيقه النهارده كمان كان واضح جدا برضو انه بيكلمنا طول الوقت، بيكلم المشاهدين والمتابعين وما الى ذلك. يمكن يكون بيحط يعني طريق جديد او بيرسم طريق جديد للتعامل مع الاعلام انه كل حاجه تبقى زي ما بيقولوا كده على عينك يا تاجر، علشان ما يبقاش ما حدش يجي بعد شويه يقول ازاي ده حصل او ليه ده حصل. حتى الحيثيات، وكمان خليني اقول لحضرتك ان الراجل كان منظم جدا في مساله انه يشرح الحكم واسبابه، ووزع فلاشات وسيديهات على الحضور، محامين صحفيين وما الى ذلك. وكمان في نقطه مهمه جدا استاذ معتز، قال لك ما اسماء التبيان اللي اعده خصيصا، وهو عباره من وجهه يعني من فهمي الموضوع ملخص للحيثيات اللي هي 1400 وحاجه، بس الملخص ده 280 ورقه. وخليني اقول لحضرتك ان دي قضيه غير عاديه، التعامل معها مش المفروض يبقى بوسائل تقليديه. هي قضيه احنا بنسميها محاكمه القرن، واكيد يعني بعد 50 سنه و100 سنه من النهارده التاريخ هيتكلم عن اللي بيحصل في مصر النهارده او اللي حصل خلال اربع سنين اللي فاتوا. عايز اقول لحضرتك بس حاجه سريعا كده في التبيان اللي احنا اللي حضرتك اشرت ليه، انه المحكمه في يعني المستشار رشيدي بعد الحكم ده اتبع حاجة ما كانتش حصلت قبل كده في المحاكمة الأولى، وهي أنه تم الاعتداد بكل الشهود في المحاكمة. ده ما كانش حصل من المستشار أحمد رفعت اللي استبعد كل الشهود بما فيهم المشير طنطاوي وعمر اللي هو عمر سليمان وكل الأسماء الكبيرة من رجال الدولة والمخابرات اللي كانوا شهدوا في القضية. المرة دي ده ما حصلش، وتم الاعتداد بشهاداتهم كلها والاهتمام بيها والاستناد ليها كمان في حيثيات الحكم. حتى كمان كان الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى كان من ضمن الشهود في القضية دي، لو حضرتك أكيد حضرتك عارف. استند القاضي لكلامه، وطبعا هو كان قال إن قرار مبارك بالتنحي عن الحكم كان قرار تاريخي
وقرار وطني. مع العلم طبعا انه اكيد كلنا عارفين انه استاذ ابراهيم عيسى كان ليه مواقف عكس كده تماما ايام حكم مبارك, وكان ليهم مواقف شهيره مع بعض. كان يعتبر كاتب معارض للنظام مبارك. مظبوط. القاضي استند للشهاده دي كمان وقال انه اثارت عنده رغبه في مراجعه او يعني انه يعيد نظر فيما حدث من أول يناير وفي قرار مبارك لحد ما أحيل المحاكمة. يعني متهيألي من كلام داليا أبو عميرة أنه المستشار الرشيدي النهاردة كان بيخاطب الرأي العام المصري بصفته القانونية القضائية طبعا ولا شك, وأيضا عبر وسائل الإعلام الأكثر زيوعا وانتشارا في أوساط الشعب المصري, وهو النقل التلفزيوني الحي المباشر, وهو مدرك لهذه الوسيلة ومدرك لانتشارها الواسع, ولذلك كان يناشد يعني وسائل الإعلام توخي الحذر في التعامل مع هذه القضية بمهنية شديدة, وطلب الحقيقة مننا جميعا أن نقرأ الملخص ونقرأ في الحيثيات, وبالبلدي زي ما بيقولوا كده نذاكر نعمل الواجب كويس قبل ما نطلع نناقش ونعقب على حكم ما يعرف بقضية القرن. تعالوا نكمل مع ضيوفي في مصر الجديدة بعد الاستراحة الإعلانية القصيرة. خليكم معانا, اوعوا تروحوا في أي حد. برحب بضيوفي مرة تانية في مصر الجديدة, الأستاذ محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية. أهلا بيك أستاذ سادات, وهنكمل الحوار. بحب أرحب بالأستاذ محمد أبو حامد البرلماني السابق. أهلا أستاذ محمد, وبمراسلة برنامج مصر الجديدة داليا أبو عميرة. أهلا يا داليا. أهلا بحضرتك. تعالوا قبل ما نستأنف هذا الحوار نكلم حد من المدعين بالحق المدني, وهو المحامي ياسر سيد أحمد, وهو المدعي الوحيد بالحق المدني على حسب معلوماتي. وبقول لك أستاذ ياسر مساء الخير أولا. اهلا بيك. يا ترى بالنسبه لكم يعني ايه الخطوه الجايه؟ يعني الموضوع ده هل انتهى خلاص بشكل نهائي ولا لسه في مستوى اخر من مستويات التقاضي؟ بص انا عايز اوضح بس بعض المفاهيم لان في لبس حاصل مع الناس. اتفضل. بخصوص الحكم ده مش نهائي, واحنا كنا عارفين الكلام ده وقايلينه من الاول ان الحكم سواء جاي بالادانه او بالبراءه فهو جائز الطعن عليه بالنقد. فبالتالي الحكم مش نهائي. اثنين, ان رئيس المحكمه النهارده القى بعبء كبير جدا على النيابه العامه في موضوع الجزئيه بتاعت الحكم على مبارك بعدم جواز نظر الدعوه لسابقه الفصل فيها في الجزئيه الخاصه بان الامر الاحاله الاول بتاع القضيه 1227 يجي المبارك. فبالتالي هنا في حاجه اسمها امر ضمني بعدم ادراج مبارك في الاتهام. فهنا النيابه العامه بقى شكلها مش كويس قدام المجتمع, ان هي لو في خطا فهي اللي اخطات, ليه ما ادركتش مبارك من الاول؟ علما بان هذه النقطه برضو علشان ما نظلمش النيابه اثيرت امام القاضي احمد رفعت ولم ياخذ بها. فبالتالي الامر جدلي ما بين القضاه, قاضي اخذ بها وقاضي لم ياخذ بها. فهنا المستشار الرشيدي القى بعبء كبير جدا على النيابه العامه, عشان كده انا بقول ان النيابه العامه هتنقض الحجم ده وهتصيغ اسباب فيه عشان تبرئ ساحتها اولا قدام المجتمع انا مش غلطانه, ثانيا ان هي لازم بالفعل تعمل حاجه زي كده. خلاص الموضوع اصبح كبير وما ينفعش اللي حصل من حكم النهارده احنا رافضينه كمجني عليهم, ولكن الحاجه الوحيده اللي قدامنا ان النيابه العامه تعمل النقض. انا كمدعي بالحق المدني ليا دور وحيد بس, ايه هو؟ ان انا اعمل مذكره واتقدم بها الى النيابه العامه واطلب فيها ان انا عايز النيابه العامه تعملي نقض, وادي بعض الاسباب اللي انا صغتها كمحامي كنت في القضيه وليا صفه فيها. ده دوري واللي انا بعمله واللي انا اديته برضو في المحاكمه بان انا حضرت في المحاكمه دي كلها وناقشت الشهود وعرفت اللي حصل فيها. فانا بس حضرتك استاذ ياسر حضرتك يعني كنت متوقع احكام البراءه لانه ما فيش ما يكفي من مستندات امام هيئه المحكمه, صح ولا ايه؟ لا انا هقول لسعادتك حاجه هنا. في حاجه بالنسبه للقضيه دي بالذات وفي قضيه مماثله ليها
معلش هنا القضية دي متهم فيها وزارة الداخلية، قيادات وزارة الداخلية متهمين فيها. وانا عندي وزارة الداخلية ديت من الاجهزة المعاونة الى النيابة العامة اللي بتقدم لها الادلة. فازاي انا كجهاز مدان او متهم في قضية ومطلوب مني ان انا اقدم دليل ضدي؟ حصل في القضية ديت بقى كذا حاجة توضح ان انا ما كانش يجب ان انا اخد اي حاجة من وزارة الداخلية. ايه هي؟ ان اولا اللواء حسين السعيد موسى اللي هو المسؤول عن الاتصالات في الامن المركزي اخد حكم نهائي بالحبس لمدة سنتين لانه اتلف المستند الخاص بالتسجيلات الخاصة ما بين حبيب العدل والقيادات. اتلفه عن عمد وخد حكم نهائي بكده، معنى كده انت شايف ان الداخلية بتتلف الادله، فازاي تاخد منها دليل؟ واوضح الشيء دوت المستشار مصطفى سليمان في المحاكمه الاولى، وقال احنا اشتغلنا تحت ضغط كبير. وان المحاكمه ديت كانت محاكمه غير عاديه ومفيش اي اجهزه ساعدتنا. على النقيض بقى نيجي في محاكمه مرسي، نلاقي دلوقتي موجود في الاتحاديه الداخليه ما هياش متهمه، فقدمت كافه الادله اللي بتدين الاخوان. فهنا الداخلية متهمة خلال قيادتها قدموا، ما قدموش أدلة، مش متهمة قدموا كل الأدلة. فبالتالي كان يجب على المحكمة، وأنا لما خدت السي دي المستشار محمود رشيد سمح لي بيها اللي خاصة بالحب لاحظت فيها حاجة النهاردة سريعة كده، أنا لسه ما قريتش كامل اللي هو السي دي اللي وزعه المستشار الرشيدي مش كده؟ أنا سمح لي لأن أنا المحامي المدعي بالحق المدني اللي حضر. فخدت السي دي موجود فيها ان هو استند لكافه الشهود الموجودين من الداخليه. مظبوط. انت ما خدتش من حد من بره، واخد كله من ناس اصلا مش هتشهد الا معاهم. فبالتالي كانت لازم تتكون عقيدتك بالبراءه، يعني انت واخد من الشهود المجروحه شهادتهم اصلا. طيب على كل حال ننتظر لنرى يعني الخطوة المقبلة فيما ستفعله النيابة العامة بالنسبة لهذا الحكم أو نقد هذا الحكم لو صح التعبير. بشكرك المحامي ياسر سيد أحمد المدعي بالحق المدني في القضية، وهروح بسرعة أطرح نفس السؤال على الأستاذ المحامي حافظ أبو سعد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. النيابة العامة هتعمل إيه في الحالة دي؟ مساء الخير أستاذ حافظ. مساء الخير أستاذ معتز. أهلا بيك. النيابة العامة تطعم لأنه الحكم في الحقيقة رغم ان هو يعني اشاد بالنيابة العامة، لكن في جوهره الحكم طاعن في كل اعمال النيابة العامة. ثم انا هدي على سبيل المثال يعني ان هو استبعد قرار الاحالة الثاني للنيابة العامة وقال ان ده فيه قرار بألا وجه لإقامة الدعوة ضمني. القرار وفق المادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية لا يمكن أن يكون ضمني، لأنه بيلزم النيابة العامة أنها تسببه وأن تعلم به المدعي بالحق المدني. فإذا ده ما تمش يبقى القرار ما فيش قرار، يبقى هو هنا في الحقيقة استخلص استخلاصا غير صائغا وغير عقلانيا ويتناقض مع القانون، وبالتالي أخطأ في تطبيق القانون. فأنا ما أعتقد النيابة العامة مهمتها لأنها الأمينة على الدعوة الجنائية أن توصل هذه الدعوة للمحكمة النقض في آخر جولة ليها عشان تتصدى بنفسها أعلى قضاة مصر ويدونا الحكم العدل الحقيقي. لا نريد أن نظلم أحد، ولكن نريد الحقيقة. في عندنا قتلى، في شهداء، في ناس سقطت، في ناس أصيبت، وبالتالي نريد حقوق هؤلاء. هذا من جانب. الجانب الثاني بالنسبة لقضية الأموال للشعب المصري والفساد في قضية الغاز وكذا، دي في الحقيقة أنا أعتقد أنه أن القاضي يأخذ بما بالتقادم، رغم أنه الرئيس كان في السلطة ولا يمكن وهو في السلطة أن حد يحرك الدعوة الجنائية ويأخذ بمفهوم أو بتعريف أن الجريمة مؤقتة، فهذا كلام في الحقيقة عليه يعني أكثر من علامة استفهام. وأنا لا أعتقد أن ده استخلاص سائغ من المحكمة، وبنسميه إحنا فساد في التسبيب، وبالتالي يحتاج إلى أن يرد عليه من قبل النيابة العامة. وأنا أعتقد النيابة لابد أن تنقض هذا الحكم وتأخذه إلى محكمة النقض. على كل حال هننتظر نشوف النيابة العامة هتعمل إيه
فيما يتعلق بنقد هذا الحكم. بشكرك جدا على هذه المداخلة المحامي حافظ أبو سيادة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. هرجع للأستاذ محمد أبو حد ويريد تعقب لي على ما ذكره قبل قليل المحامي ياسر سيد أحمد. قال لك في قضيتين لأنك أنت مش عايز مقارنة ما بين مرسي محاكمة مرسي ومحاكمة مبارك. قال لك في قضية الداخلية قدمت فيها الأدلة وقضية لم تقدم الأدلة. بص حضرتك إشاعة إنه الشرطة ما قدمتش أدلة في قضية محاكمة المتهمين في قتل ثوار 25 يناير أنا شايف إن هي أمر غير حقيقي. وكون إن يتم ادعاء إن الأدلة بس كانت موجودة عند الشرطة أنا في الحقيقة شايف ده كلام غير صحيح، لأن إحنا لما كنا بنقرأ كنا بنقرأ تحقيقات لها علاقة بالمخابرات ولها علاقة والكاميرات اللي موجودة وما شابه، مش كاميرات الداخلية بس، في كاميرات متعددة ومتنوعة كان بيتم الإشارة لما تحتويه من مواد دي يعني. الحاجة الثانية كمان إنه الحكم صدر بعد الاطلاع على أدلة، لأن أنا برضو أنت إنك توحي إن الحكم صدر كده عشان مفيش أدلة هو ده بيحمل اتهام غير مباشر وبرضو هيغيب الحقيقة. يعني أنا بقول لأسر الشهداء وبقول لكل حد بيطلع يقول دم الشهداء دم الشهداء، إصراركم على إني دم الشهداء لو ما جاش من فلان ما يبقاش جه، ده هيضيع الحقيقة. يعني من الآخر لو فلان قتل يتحاكم، لكن إصرارك على إنه أي بحث آخر يظهر مجرم آخر لازم هيكون مطعون فيه، أصل الأدلة ما تقدمتش، أصل ما حصل، أصل ما حصلش، أنا شايف إن الكلام ده هيشكك بقى في أي حكم هيطلع يعني. الحاجة التانية إنه حادث الاتحادية في القصر الجمهوري إذا قارناه بالقضية الخاصة بشهداء 25 يناير، شهداء 25 يناير كان الشهداء سقطوا في أكتر من مكان، وحضرتك تعلم إن عدد كبير ممن سقط عند الأقسام، وكان في جدلية اللي سقط وهو بيقتحم اسم ده هيبقى موقفه ايه لانه كان بيقتحم اصلا اسم لكن وعددهم طبعا كبير ومنتشرين في اكتر من مكان. الاتحادية اللي سقطوا في مكان واحد، الاتحادية عدد من الشهداء عدد قليل جدا يسهل جدا حصره، وبالتالي برضو المقارنة مش عشان هنا الداخلية كانت بعض قيادتها مدانة وهنا مش مدانة. الحاجة التانية ان تم طلب الأدلة من الداخلية على فترات طويلة كان بعد القبض على القيادات اللي هتحاكم، وأنا متأكد إن أي موظف لما يشوف رئيسه تم إلقاء القبض عليه وبيتحقق معاه ده ممكن يبالغ، وده كان حاصل في بعض الأوقات إن في ناس بتطلع تبالغ وتقدم بلاغات وتطلع حاجات يعني عكس ما قال الأستاذ المحامي المدعي بالحق المدني. طب خليني أرجع لك تاني أستاذ محمد، لأن معايا على التليفون المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، وأنا برحب بيك سيادة المستشار مساء الخير. أهلا مساء النور. وربما النهاردة يعني مصر كلها تبعت هذه الجلسة ورئيس هيئة المحكمة المستشار الجليل محمود الرشيدي، وهو يعني يفند القضية ويفند النطق بالحكم، ويمكن الجانب اللي الناس محتاجة تعرفه من حضرتك كرجل يعني ليك باع طويل في السلك القضائي، الظروف اللي كان بيشتغل فيها المستشار الرشيدي كانت ايه، هي الظروف المحيطة بيه؟ المستشار الرشيدي في حقيقة الأمر أبلى بلاء حسنا في هذه القضية وفتح صدره واسعا لكي ينال كل من المتهمين حقه في الدفاع عن نفسه، واستمع إلى كافة شهود الإثبات والنفي في هذه القضية، ثم حجزها للحكم وتداول فيها مع زملائه لفترة وصلت إلى 4 أشهر، وانتهى فيها إلى الحكم الذي صدر بجلسة اليوم في أكثر من 1400 صفحة بالنسبة لأوراق القضية التي بلغت أكثر من 160,000 صفحة، ثم استزاد عليها بإجراء استثنائي جديد وهو أنه لخص الأدلة في الدعوة في أكثر من 280 صفحة ووزع هذا التلخيص على الميديا ومنحهم فلاشة بها هذا التلخيص حتى يتسنى لهم الاطلاع على أسباب الحكم الموجزة، وهو إجراء غير مسبوق ويعتبر إجراء استثنائي بالمرة.
انا اللي اقصده سياده المستشار اعذرني على المقاطعه اللي اقصده انه 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 القاضي النهارده هل وهو بينظر قضيه بالغه الحساسيه زي محاكمه رئيس مصر الاسبق هل هو يتعرض لضغط ما هل هو بيعتبر ان هو لديه بعض المسؤوليه تجاه المجتمع المصري بتخليه ينظر الى الاعتبارات السياسيه مثلا القاضي عندما ينظر أي قضية لا يمكن إطلاقا أن يراعي آية اعتبارات سوى أوراق الدعوة وضميره والقانون ولا يخشى في الحكم لومة لائن ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع أحد أن يضغط على القاضي أو أن يوجهه أو أن يشير عليه بآية إشارة على الإطلاق هذا أمر القضاء المصري قضاء راسخ قضاء قديم قضاء شامخ معروف لدى العالم كله بنزاهته وحيدته والقول بأن القاضي يمكن أن يعطي للرأي العام أو لأصحاب السلطة أو لظروف المتهمين أو لظروف المجني عليهم آية اعتبارات خارج أوراق الدعوة هو قول خاطئ بداية ونهاية إنما لا شك أن قضية كبرى كهذه فإنها لابد وأن تستغرق كل جهد أعضاء الدائرة وليس رئيس الدائرة وحده وأن يكون قراءتها والاطلاع عليها وفحصها وتمحيصها بمنتهى الأناة وبالتداولات المستمرة والبحث المستمر ومحاولة تطبيق القانون على وجهه الصحيح بل أنني أستطيع أن أجزم بحسب التاريخ الذي أعرفه أن سناستهم كانوا يعيشون في القضية منذ أن أحيلت إليهم وحتى النطق بالحكم تمام أنا بشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا هاخد يعني مداخلة أخيرة قبل ما أرجع لضيوفي في الاستوديو مع المحامي والناشط والحقوقي المعروف الأستاذ نجاد البرعي كيف قرأت مشهد النهاردة مساء الخير أستاذ نجاد مساء النور أستاذ معزز يعني خلينا بس الأول نقول أن هذه قضية يعني كبرت صغرت هي قضية بالنسبة للقاضي الذي حكم هي قضية يعني مش أكتر من كده وبالنسبة للمحامين الذين ترافعوا هي قضية كبيرة شوية طبعا خدت جهد شوية طبعا لكن هي قضية اثنين انه لازم نسلم ان الرئيس مبارك والوزير العدلي ومساعديه قبل كده خدوا مؤبد من محكمة ايضا ونقض الحكم وان هذه الجولة ليست الجولة الاخيرة هناك نقض النيابة هتطعن في الحكم بالنقض والقول الفصل هيبقى لمحكمة النقض فالذين يتصورون أن هذه نهاية الجولة هم مخطئون لازال لدينا جولة قضائية محكمة النقض أعلى درجة قضائية في مصر هي لا تقفل هذا الملف أو تفتحه تمام ثلاثة أنا رأيي أن اللي تسبب في كل ما نراه الآن من ضجة في الحقيقة هو السيد المستشار نفسه لما راح مرة قبل ما وهو بيمد أجل الحكم جاب قناة فضائية معينة وخلاها صورت في سابقة هي الأولى من نوعها ملف الدعوة عنده في البيت ثم أجرى حوار مطول مع جريدة الوطن أفتكر امبارح فده إدى انطباع للناس أنه يمهد لشيء ما إنما في الحقيقة القاضي لا يتقيد إلا بالأوراق يعني الأدلة التي تقدمها إلى النيابة العامة بيحكم على أساسها إذا لم تقدم إليه كيف يحكم حتى إن كان هو في ضميره يرى غير ذلك يعني هذه مسألة لكن هذه القضية بالذات تخلينا ننادي بأن يتوقف القضاء عن الانخراط في العملية السياسية أن يتوقف القضاء عن الإدلاء بأحاديث صحفية خصوصا لقضايا يعني يكون هما بينظروها هذه الدرجة لأن ده بيخلي الناس تتشكك وانت تعرف ان العدالة شعور قبل ما تكون اي حاجة طب تانية أستاذ نجاد أستاذ نجاد سؤال ليك بعد اذنك هل من حق المجتمع انه يقيم اداء قاضي او رئيس محكمة نقول والله طبعا. هو كان معرفش ايه هو كان متعاطف طب ازاي اللي قبله ادى مؤبد وازاي ده ادى كذا يعني هل احنا يعني انا بس عايز اقول لك حاجة باسم الشعب وبالتالي من حق الشعب أن يتساءل وأن يسأل بشرط ألا يتطرق إلى سب أو قذف أو إلقاء اتهامات أو إلقاء تشكيك لأن التساؤل ليس دائما إلا لكي نجلي هذه المسائل وده دور الإعلام يشرح للناس وبعدين الأسباب لابد أن تودع ولابد أن تنشر
الأسباب كلها، فيعرف الناس لماذا أوقع القاضي حكمه على الوجه الذي أوقعه عليه. يعني مش غلط مناقشة الأحكام القضائية، ومش غلط مناقشة سلوك القاضي، إذا سيما إذا كان القاضي قد تقدم للناس وسمح لهم بأن يدخلوا إلى صومعته. لكن أما أن نحافظ على أدب الحوار وأن ندرك أن القضاء المصري قضاء راسخ وقديم وطويل، وأنه يعني زي ما قاضي ده مؤبد، قاضي ده براءة، يعني لا ده كان له حاجة عند خايف من مبارك، ولا ده خايف مبارك، ولا ده يرجو شيء، ولا ده يرجو شيء، هو ما رآه، وتبقى لمحكمة النقد القول الفصل. تمام، بشكرك الأستاذ نجاد البرعي المحامي والحقوقي المعروف على هذه المداخلة. فاصل قصير جدا أخير وارجع لضيوفي في مصر الجديدة، اوعوا تروحوا في أي حد. هل الحكم ببراءة مبارك من التهم اللي كانت منسوبة إليه، مش عارف يعني، هل ينفع ان احنا نربطها بمحاكمة ثورة يناير؟ انا ملاحظ ان في الفترة الأخيرة في يعني هجوم شديد على ثوار يناير وثورة يناير وما إلى ذلك، مش عارف رأي حضرتك إيه يا أستاذ سادات؟ يعني بالتأكيد إنه إحنا شهدنا الفترة الماضية هجوم كثير على ثورة يناير وإنها مؤامرة، وهناك ادعاءات كثيرة، ويمكن ده اللي تردد في المحاكمة من بعض من المتهمين. يعني هو ده اللي أدلوا بيه إنه إحنا ملناش علاقة بقتل الثوار اللي تسبب في قتلهم، الناس جت من بره، جت من حماس، جت من مناطق اخرى، ده اللي اتقال. مرافعاتهم عن نفسهم بما فيهم مبارك نفسه كانت رافعه، وهم اللي اعتلوا الاسطح، وهم اللي ضربوا نار. حتى اذا كان هذا حقيقه، مطلوب ان احنا نعرف والناس تعرف فعلا، عشان الناس امال القصاص ايه، الناس عايزه تعرف مين اللي تسبب في هذا. لان انا بحمل هؤلاء برضو المسؤوليه، هم اللي كانوا مسؤولين عن البلد من قبل او لحتى 25 يناير وحتى 28. الناس دي اللي كانت مسؤوله على البلد، هم المسؤولين عن الامن، مسؤولين عن حمايه الناس. طب انتوا كنتوا فين يعني؟ انتوا كنتوا فين؟ فانا بقول يعني لابد ان يعني اخواننا اللي بيتبنوا حملات، احنا خلاص موضوع الثوره، احنا دلوقتي خدنا خطوات نحو الشرعيه الدستوريه، بقى عندنا دستور وبقى عندنا رئيس خلاص، وبنكتمل المرحلة الأخيرة في انتخابات البرلمان عشان تكتمل الشرعية الدستورية، مفيش بقى شرعية ثورية خلاص. فاحنا بنقول يا جماعة أرجوكم يعني رأفة ورحمة بهذا البلد والناس، احنا ما صدقنا ان الناس بدأت تستعيد ثقتها في الشرطة وفي الداخلية. النهاردة في بعض من المتهمين خدوا براءة بينتموا لوزارة الداخلية، مش عايزين نهز صورة الداخلية بعد ما زي ما قلت لك شفنا مواقف وطنية من 30 يونيو من الداخلية، ظبطها تضحيات شهداء، الكل بيشيد بهذا وبنقول انهم الحمد لله كل يوم احسن، مش عايزين نهز الثقة. ايضا في مؤسسة القضاء، مؤسسة مهمة جدا، وشفنا انه مؤسسة القضاء على مدى التاريخ الكل بيشهد بنزاهتها وبكفاءتها، مش عايزين نهز الثقة نتيجة انه الكلام على الاحكام واللي بيصدر. لا، بنحترم الاحكام، لكن زي ما تقال احنا من حقنا نتساءل، ده مش عيب ما دام في اطار من اللياقه والادب، ما هواش يعني هجوم ولا نوع من التجاوز في حق الحكم او القضاء، من حقنا كشعب نتساءل. المهم اللي انا عايز اقوله انه هو ده اللي احنا يجب الفتره اللي جايه دي نحافظ على وحده البلد دي، بانه يطلع الناس المستنيره، الناس اللي فاهمه، عشان توضح حقائق كثيره. وانا اتوقع من الرئيس السيسي انه يطلع يطل على الناس ويتكلم معاه، والناس بتستحسن حديثه لانها بتصدقه بتثق فيه، يطلع ويتكلم. ما بتكلمش على الحكم، لكن بتكلم بالاثار المترتبه على الحكم، دي مساله مهمه جدا. يفتح قلبه للناس والشباب اللي احنا شايفين النهارده دعوات عماله يعني تنشر هنا وهناك، كلها امور احنا في غنى عنها، مش محتاجها مصر خالص. انت النهارده عايز تبني بلد، يعني بعد رحله ناجحه للرئيس، بعد ما مصر بدات تستعيد مكان ومكانه في على مستوى اوروبا، رئيس الوزراء النهارده في افريقيا في السنغال، يعني وبتدعو المؤتمر الاقتصادي وسياح ارجعوا مصر امنه، يعني كل الامور دي لابد انه المجتمع بجميع تركيبته زي ما بقول يساعد
ويبقى ايده مع الحكومه مش عايزين يطلع، لان انا بتوقع هتلاقي بعض من المثقفين والمفكرين اللي هم ضد فتره مبارك ونظام مبارك، يعني ممكن يا اما يبقى يعني يتبنوا هذا الموضوع بشكل يعني يبقى فيه راحه للناس وفهم، او ممكن يسخنوا ويولعوا. انا بقول كل ده يجب ان احنا ننتبه اليه، لانه كلنا هنستنزف، كلنا هندفع الثمن، وانا ما اعتقدش ان في حد يتحمل اكثر من هذا. انا بس كنت عايز اقول حاجه اخيره فيما يخص الغاز وحسين سالم. طب ممكن بس نرجع للنقطه دي، انا هاخد ملحوظه استاذ السادات وقضيه تصدير الغاز لاسرائيل ورجل الاعمال الهارب حسين سالم. نعم. معايا دلوقتي الاستاذ علي الجمل على الهاتف مباشره، وهو محامي مساعدي حبيب العدلي السته، وخدوا احكام بالبراءه النهارده برضو. يا ترى يعني كان ايه قراءتك للاحكام النهارده؟ مساء الخير استاذ علي. نور، اهلا وسهلا. انا يا فندم اتفضل. والله الحمد لله النهارده بنحمد ربنا على الحكم اللي صدر ده، وبنقول انه القاضي ما بين ادله الاتهام وما بين ادله الدفاع في نفي هذا الاتهام، ورجح الكفه الافضل باعتبار انه القاضي الجنائي مجرد انه يتشكك في الدليل بيحكم بالبراءه، والادله طبعا ما كانتش بتؤدي الى ان الناس دول هم اللي ارتكبوا الوقائع اللي نسبت اليه. القاضي الجنائي لو تشكك في الدليل فبياخد صف المتهم اكتر يعني. هو القانون قال له كده، يعني القانون الوضعي والمشرع قال له كده. وقبله ربنا سبحانه وتعالى قال كده برضه، لانه لو تذكر انت في قضيه الزنا، ربنا سبحانه وتعالى رغم انها جريمه بتحدث في الخفاء الا ان ربنا تطلب فيها شهود عشان يبقى جاهز وقاطع على انه يقيم الحد على اللي بيرتكب الفعل. فالتشريع الوضعي ياخذ سنته من التشريع الالهي، وبينتهج هذا النهج لمجرد انه الدليل ما يبقاش قاطع ودليل جازم على الادانه، ما يقدرش القاضي يحكم بالادانه. طب هل حضرتك استاذ علي اعتبرت ان هكذا اسدل الستار تماما على هذه القضيه، ولا لسه بتتوقع ممكن مفاجآت تانية في مرحله النقض؟ والله النيابه طبعا هتقرا حيثيات الحكم واسبابه، واذا رايت ان هناك مبرر للطعن على هذه الاسباب هتتقدم لمحكمه النقض. محكمه النقض ورايها اذا كانت هتتصدى لهذا الامر. بس المره دي مش هيبقى في اعاده للمحاكمه تاني، لانه لو النقض قبل من النيابه في نقض هذا الحكم هتبقى محكمه النقض نفسها هي محكمه الموضوع. هتنظر الموضوع بقى في حد ذاته، وهيبقى ده اخر نهايه المطاف فيما يخص هذه القضيه. يعني لو حبينا نبسط التعبيرات القانونيه يعني يبقى ساعتها محكمه النقض هتحاكم المتهمين من اول وجديد. هتحاكم المتهمين من اول وجديد باعتبارها محكمه موضوع زي المحكمه بتاعت النهارده. يعني مش محكمه قانون او مش محكمه حكم. لا، هي الاول هتبقى محكمه القانون اللي بتحاكم الحكم. فاذا رأت ان هذا الحكم به من العيوب القانونيه ما يستلزم نقضه هتنقضه، وبعدين تنصب نفسها محكمه موضوع تشوف الموضوع بتاع القضيه، وممكن تحققه كله تاني من اول وجديد لو رأت هذا. وتحكم فيه الحكم الاخير، وهو ده اللي احنا هننتظر لكي نرى كيف سيتطور المشهد. شكرا ليك على هذه المداخله الاستاذ المحامي علي الجمل، وهو كان محامي المساعدين السته لوزير داخليه مبارك حبيب العدلي. استاذ ابو حامد، قبل ما ارجع للاستاذ السادات والداليا، عايز اسالك سؤال مباشر. ماذا تتوقع لو يعني نقضت احكام المحكمه بتاعت النهارده؟ هو احنا اللي بننادي بيه انه الناس تلجا للقانون، سواء في التعبير عن تاييدها لشيء او رفضها لشيء. وبالتالي اذا احنا بنثق في القضاء كله وبنثق في النيابه العامه، لو ارتأت النيابه العامه ان هناك ما يعني يدفع للنقد هتنقد، وزي ما احنا بنقول مع كل حكم متفقين معاه ان احنا بنؤيده هنؤيد ده برضه، لان تاني هو الهدف اللي بيدفع مفروض اي مواطن دلوقتي في التعامل مع المسائل دي هو انه يريد الحقيقه فقط. في ناس انا بحس ان عايزه الحقيقه الفلانيه، يعني هو ايه؟ هو بالنسبه له لن يتم القصاص الا لو اتعاقب فلان. طب لو في قضيه القتلى، انا ماليش دعوه لاني احنا ما بنناقش المساله السياسيه ولا كانت مطروحه اصلا على المحكمه. في قضيه القتلى اذا فلان ده ما قتلش
وانت اصريت ان لازم فلان اللي يتعاقب، يبقى انت هتخلي القاتل الحقيقي يهرب. وعشان كده هم كانوا بيعتبروا ان معرفة الحقيقة بالذات بعد الاحداث اللي بينتج فيها ضحايا جزء اساسي من الا يفلت مرتكب الجريمة من العقوبة في الاخر. يعني مش كفاية انك انت تبقى منتمي لفكر سياسي معين علشان تفصل حكم على مزاجك. أيوة. وتوه الحقيقة. ولذلك إيه، أنت ممكن تختلف سياسيا زي ما أنت عايز مع أي شخص. بس لو الشخص ده متهم في جريمة جنائية لم يرتكبها لن تجد غضاضة داخلية في أنه ياخد براءة. أنا مختلف معك سياسيا في كذا، لكن لو أنا ضغطت عشان أنت تتعاقب جنائيا على جريمة يبقى أنا بهرب الطرف الثاني اللي حقيقة ارتكب الجريمة. وهو ده اللي احنا يعني من أول ما قرينا ورق التحقيقات وبان أن في أمور تقول ان في اطراف دائما هي اللي كانت بتوصل التظاهرات لعنف ثم سقوط شهداء، انه مش عايزين دول يهربوا، ما هم دول لو هربوا هيكرروا تاني جرائمهم وهيسقط شهداء تاني. سطر كده اخير. النظام الان في مصر لا توجد لديه اشكاليه في تعريف 25 يناير. الدستور بيقول ثوره، الخطاب الرسمي لرئيس الجمهوريه في جميع المناسبات قال ثوره، الخطاب الرسمي لكل الوزراء ولرئيس الحكومه بيقول ثوره. كون ان في اشخاص ليهم وجهه نظر، ما احنا كان بقالنا سنتين ولا ثلاث سنين قبل ما تقوم ثوره 30 يونيو كان في برضه مبالغات من الناس المؤمنه ب 25 يناير في هدم كل ما كان في ال 30 سنه. 30 سنه كان فيهم مشاكل كتير، بس هل كان كلهم شر؟ هل كان كل اللي فيهم وبال أكيد كان في حاجة إيجابية. طب ما هو الأطراف المؤمنة أكتر ب30 يونيو صبرت 3 سنين عمالة تسمع في مبالغات ومبالغات ومبالغات. أنا اللي يهمني كمواطن وكشخص مهتم بالشأن العام الخطاب الرسمي للنظام اللي أنا انتخبته. أنا دعمت المشير عبد الفتاح السيسي الرئيس وانتخبته. هل الرئيس خطابه في شيء من التحيز لأي من الطرفين؟ لا. أنا مش شايف ده. أنا شايف في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطاب الرسمي للدولة المصرية الموثق اللي غالبا مش ينفع يتغير. يعني الرئيس كرر كلمة ثورتي 25 و30. يبقى مين بقى اللي عمال يقول كل ما يحصل حاجة إلحق ده الثورة بتتهاجم، إلحق ده الثورة بتتهاجم؟ ده الطرف اللي عايز يضغط على الرئيس ملوش بقى علاقة، لأني في الآخر أنا واحد شاركت في الثورة وبقول إن اللي أهدر الوقت ده كله وتسبب في تأجيل مطالب ثورة 25 يناير الإخوان. الإخوان هم اللي أجهدوا الثورة. وفي برضو تيار تاني بيدي الفرصة للإخوان إن هم يستثمروا هذا. صحيح. حضرتك اتكلمت على مسألة تصدير الغاز وهي التهم اللي برئ منها النهاردة الرئيس الأزمة. صحيح. بس قبل دي الحقيقة أنا عايز أقول نعم، الرئيس السيسي كان موقفه واضح، الدولة موقفها واضح من ثورة يناير و30 يونيو، بس احنا عايزين ده قولا وفعلا، بمعنى أنهم يراعوا في الناس اللي بيضموهم للعمل معاهم اختياراتهم، أن ما يبقاش في ناس من الناس الفجة أو الناس اللي كان لها دور وكانت محل يعني اتهام أو تمام. من انتماءات دي مهمة جدا. ثم ما يصدر عنهم من أحيانا قوانين أو تشريعات ربما تعطي انطباع أن دي موجهة لبعض من كان في ثورة يناير. ده يعني ماشي. مسألة حسين سالم، حسين سالم بقى هذا الرجل لازم يبقى مفهوم. أنا معرفش ده بأي وش طلع يتكلم ولا حتى بيعمل مداخلات. ده هارب وهارب ويعني عايز أقول إنه في بداية ثورة يناير الرجل ده لم اللي لمه وسيل اللي سيله وخب بعضه في طيارته وراح وقع شهيرة مثبتة معروفة يعني بطيارة مليئة فيها كمية من الأموال وراح على دبي وأيا كان اللي تدخل ونجح في إنه يفرج عنه ويطلع ويستقر إذا كان في أسبانيا في جنيف شوية وبعدين راح أسبانيا. يعني حتى لم يحتزي بي يعني ربيب نعمته واللي عليه فضل كبير، يعني الرئيس مبارك على الأقل يعني استمر وقف كمقاتل وقال أنا مش همشي، مع أنه كان عنده الفرصة أنه يسيب البلد وقالوا له ممكن تسافر رفض وقعد في البلد. هذا الرجل اللي النهاردة الشركة دي باع أسهمه بالكامل فيها، شركة غاز شرق المتوسط، وشركاءه النهاردة واخدين مصر في تحكيم دولي في 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 واشنطن مركز تبع البنك الدولي يعني اسمه الأكسيد أو وبيطلبوا من مصر مبالغ طائلة. هذا الرجل أنا مش عارف ده بأي وجه وبأي شكل بيرفض كلمة هارب، بيرفض هارب وهو عليه حكم بالفعل
تم عليه حكم في الاسكندريه من جنايات الاسكندريه بظن 15 سنه او 20 سنه نتيجه انه برضو كان عامل شركه بالتواطؤ مع بعض من قيادات البترول وكان بيبيع لهم الكهرباء بالدولار. وهذا الرجل الان يعرض تصالح على نص ثروته وجهاز الكسب غير المشروع بيبحث في هذا، وكان عارض ده ايام الاخوان، وكان هناك وسطاء من المحامين الاخوان ها وقعدوا والتقوا بيه في اسبانيا. يعني عايز اقول هؤلاء لازم يتقال لهم اختشوا ها وبس ادي نتيجه. شوف بقى احنا بنتكلم ادي اثر الحكم ان يطلع علينا الناس دي من الشقوق ويطلوا علينا كل واحد فيهم طالع يقول لك تحيا مصر صحيح ويقول لك يحيى العدل. لا صحيح. احنا عارفينك وحافظينكوا كويس ومش هنسيبكوا اذا ربنا قدر وشاء تمام وكان لنا عمر بكل الوسائل القانونية مش هنسيبكم تمام. مش هنسيب حق الناس. هختم مع داليا أبو عميرة. داليا أنت غطيتي جلسات كتير جدا على مدى يعني سنين طويلة محاكمتين، هل بتستعدي دلوقتي لو حصل فعلا أنه يعني النيابة العامة نجحت في إقناع محكمة النقض أنها تعيد المحاكمة مرة أخرى؟ بالتأكيد أستاذ معتز، وخليني أقول لحضرتك كمان أنه قناعاتي أنا الشخصية من خلال متابعتي للقضية الفترة اللي فاتت دي كلها أنه هيتم قبول النقض في القضية دي، لأنه المحكمة النهاردة أسندها في الحكم المبنية على يعني طريقة عمل النيابة العامة أو قرار الإحالة وما إلى ذلك، كل التفاصيل دي أستاذ معتز خليني أقول لك النيابة بالتأكيد هتشتغل عليها علشان في الآخر يعني أعتقد أنه هتقدم مبررات وأسباب أو هتسوق مبررات وأسباب قوية جدا لنقض القضية، ولكن مش واضح بالنسبة لي قوي إذا كان هيتم نقضها بمحاكمة الحكم أو نقضها ونظرها من جديد. يعني دي التفصيلة اللي يمكن أنا مش ملمة بيها قوي، أو خليني أقول لحضرتك مش واصل لي قوي انه هيتم تداولها ازاي، لكن القضية دي بكل تأكيد هتتنقض مرة تانية ان شاء الله. اذا اعتقد ان كل المؤشرات ان ده ما هواش الفصل الاخير في هذا الملف او في هذه القضية، قضية القرن او هكذا تسمى في الاعلام. انا بشكر ضيوفي النهاردة الاستاذ محمد انور عصمت السادات، اهلا بيك استاذ سادات، والف شكر على المشاركة. استاذ محمد ابو حامد الف شكر يا فندم. شكرا لداليا ابو عميرة، ونتقابل على خير ان شاء الله في مصر الجديدة. إلى اللقاء.